بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. النهارده ان شاء الله بدايه الاسبوع الثامن بالنسبه للنادي الاهلي، سيلاقي فريق حرس الحدود. فريق حرس الحدود واحد من الفرق القويه في الدوري العام المصري، عنده 10 نقاط، وبالتالي كل مباريات النادي الاهلي خلال الفترات السابقه بتكون صعبه امام فريق حرس الحدود. النهارده فريق حرس الحدود مع مديره الفني المخضرم كابتن طارق العشري يسعى لان تكون او يعمل مفاجاه هذا الاسبوع من خلال اي شيء بقى يحصل عدا فوز النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي على الجانب الاخر مع مديره الفني رينيه فايلر بيسعى لاشياء كثيره جدا من خلال هذه المباراه، اولها العوده لصداره الدوري العام المصري خلال اسبوعه الثامن، والاهلي هتكون دي مباراته السادسه، لسه مباراتين، ولكن ان شاء الله لو ربنا كرم النهارده بثلاث نقاط نادي الاهلي سيتصدر الدوري العام المصري في اول 8 اسابيع، ولم يلعب الا 6 مباريات فقط. وبالتالي رينيه فايلر بيسعى لمواصله الانتصارات اللي بداها منذ بدايه الاسبوع الاول في اولى المباريات اللي لعبها الحقيقه النادي الاهلي بالفوز، وفاز النادي الاهلي على 5 فرق: سموحه والانتاج الحربي واسوان والجونه ووادي دجله. الحمد لله كل النتائج تؤشر الى ان شاء الله ان النادي الاهلي سيسعى دائما لمواصله انتصاره في الدوري العام المصري. دايما مباريات الحرس والنادي الاهلي تبقى فيها صعوبة شوية. كابتن طارق العشري من المديرين الفنيين اللي عارفين كويس جدا ازاي بيلعبوا النادي الاهلي، ولكن منذ ان جاء رينيه فايلر الى الادارة الفنية في النادي الاهلي زي ما حضراتكم دايما بتشوفوا، زي ما شايفين خلال ال5 مباريات الاولى الحمد لله نتائج جيدة بسكور عالي الحمد لله، ايضا باداء عالي خلال ال5 مباريات الاولى. وبالتالي يسعى رينيه فايلر لان تكون هذه المباراة مواصلة انتصاراته اللي بدأها في أولى الأسابيع ضد نادي سموحة. الأهلي هيلعب إزاي النهاردة؟ مين الفريق اللي هيلعب؟ أشياء كتيرة جدا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما تابعتوا معانا على الشاشة منذ قليل، كان تحرك أتوبيس النادي الأهلي إلى ملعب المباراة، وكعادة ملعب الأهلي بعد قليل هنجيب لحضراتكم زميلنا شريف شعبان من أرض الملعب يقول لنا آخر الكواليس وما حدث في أرض الملعب، وإيه اللي هيحصل أيضا، والتشكيل ان شاء الله اذا كان ظهر بشكل رسمي. زي ما انتم عارفين دايما احنا لما بنتكلمش، طيب الان اتوبيس النادي الاهلي بيصل الى الاستاد لملاقات النادي حرس الحدود على الهواء مباشره امام حضراتكم في لقطات حصريه لقناه النادي الاهلي، واللاعبين مروان ورامي وكل اللاعبين الحقيقه في طريقهم الى ارض الملعب، او انا اسف الى غرف خلع الملابس في الاستاد. زي ما حضراتكم شايفين محمد الشناوي دلوقتي خلاص الكل داخل الى الغرف، غرف تغيير الملابس في استاد القاهره، وهو الاستاد الذي سيستضيف هذه المباراه الهامه جدا. ان شاء الله النادي الاهلي بيسعى خلال هذه المباراة إلى مواصلة انتصاراته ومواصلة أدائه العالي خلال ال5 مباريات السابقة. الوقت ده بيبقى وقت صعب جدا الحقيقة بالنسبة للاعبين، تبقى عايز تركز في الملعب، تبقى عايز تعمل كل حاجة أو تخلي كل حاجة في دماغك المدير الفني قالها لك عايز تنفذها، وبالتالي الساعة اللي قبل المباراة أو الساعة ونص اللي قبل المباراة دي بتبقى دايما تركيز أكتر من اللاعبين قبل أي شيء آخر، كله بيركز في الملعب، كله بيركز الكرات الثابتة. في بعض المديرين الفنيين بتلاقيهم بيعملوا الكرات الثابتة في غرف خلع الملابس، يعني ممكن فايلر دلوقتي يخش يقول لهم هنعمل الكرات الثابتة إزاي، وفي مدربين آخرين الحقيقة بيعملوا أيضا الكرات الثابتة في فندق المباراة قبل ما يجوا حتى الاستاد. وبالتالي الكل دلوقتي بيركز إزاي إن شاء الله نادي الأهلي هيكسب هذه المباراة، هو ده اللي دايما بنفكر فيه، هو ده دايما اللي بنستعد له، وهو ده دايما جمهور النادي الأهلي اللي بينتظره من فريقه من خلال المباريات في الدوري العام المصري. خلينا نروح بقى كالعادة لجرافيك هذه المباراة. مباراة اليوم في الدوري المصري الممتاز 2019-2020، النهاردة لحد 15 ديسمبر 2019 النادي الأهلي سيلاقي نادي حرس الحدود في استاد القاهرة.
تاريخ المواجهات ما بين الناديين نادي الاهلي ونادي حرس الحدود، لعبوا 29 مباراه، النادي الاهلي فاز في 24 مباراه وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين. 53 هدف احرزهم النادي الاهلي و15 هدف دخلوا شباك النادي الاهلي. عماد متعب الجان هو الهداف التاريخي للنادي الاهلي في هذه المباريات. طيب توقيتات احراز النادي الاهلي لاهدافه، 17 هدف احرزهم النادي الاهلي على مدار شوطي المباراه، اول ربع ساعه من عمر المباراه وفي اول ربع ساعه من الشوط الاول 3 اهداف، هدفين في ثاني ربع ساعه، اما اخر ربع ساعه من عمر الشوط الاول نادي الاهلي احرز هدف وحيد. مع بدايه الشوط الثاني واول ربع ساعه في الشوط الثاني 4 اهداف بيحرزها النادي الاهلي، ثم من الدقيقه 61 للدقيقه 75 3 اهداف، وفي اخر ربع ساعه 4 اهداف بيحرزها النادي الاهلي، وبالتالي 17 هدف مقسمه على ال 90 دقيقه. طيب توقيتات دخول اهداف في مرمى النادي الاهلي، هو هدف وحيد في الربع ساعه قبل الاخيره من نهايه المباراه. طيب نروح للي بعد كده. توقيتات احراز حرس الحدود لاهداف، ونادي حرس الحدود احرز 7 اهداف احرزهم في من الدقيقه 31 للدقيقه 45 اخر ربع ساعه من عمر الشوط الاول بيحرز هدفين، اول ربع ساعه وثاني ربع ساعه لم يحرز اهداف، لم يحرز حرس الحدود اي اهداف في اول نص ساعه من عمر الشوط الاول، ثم في بدايه الربع ساعه الاولى من عمر الشوط الثاني هدف وحيد، ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدف أيضا وحيد، وفي آخر ربع ساعة من عمر المباراة 3 أهداف. 6 أهداف في الدوري حتى الآن دخلت مرمى شباك حرس الحدود. أول ربع ساعة لا يوجد أهداف، ثاني ربع ساعة هدف وحيد، ثالث ربع ساعة من الدقيقة 31 للدقيقة 45 هدف وحيد، ثم في أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني هدفين، وآخر ربع ساعة من عمر الشوط الثاني هدفين أيضا. إن شاء الله المباراة القادمة ستكون يوم الخميس 19 ديسمبر، نادي الإسماعيلي سيلاقي النادي الأهلي في الأسبوع التاسع في تمام الساعة 7:30. نادي الإسماعيلي النهاردة فاز على إف سي مصر في بهدف مقابل لا شيء ليرتفع رصيده إلى نقطة رقم 13. أما مباراة حرس الحدود القادمة، نادي حرس الحدود سيلاقي نادي المقاولون العرب يوم الجمعة 20 ديسمبر أيضا في الأسبوع التاسع الساعة 2:30. طيب قبل ما نكمل جرافيك هذه المباراة خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان من أرض الملعب كالعادة الحقيقة، شريف هيجيب لنا كل كواليس ما حدث النهاردة طوال النهار والنهاردة أيضا في ملعب المباراة. تفضل يا شريف. تحياتي ليك كابتن اسلام ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد باذن الله، باذن الله يكون يوم سعيد لجميع الاهلاويه، يكون يوم فيه 3 نقاط تضاف الى رصيد النادي الاهلي علشان نتوج او نقترب اكثر واكثر من تحقيق اللقب الغالي عند جمهور النادي الاهلي. ملعب استاد القاهره، يمكن الان امامي شايف الطاقم التحكيمي بقياده طبعا الدولي ابراهيم نور الدين في ارض الملعب، بيشوف الاجوان وبيشوف ارض الملعب. صراحه ارض الملعب يعني حدث ولا حرج، حتى كمان مستر فايلر اللي بيشيد جدا استاد ارض القاهره يمكن برضه هو حريص هو ومدير الكوره وباقي الجهاز كله يكونوا موجودين في ارض الملعب الان. خليني اقول لك بقى اجواء النهارده اللقاء كابتن اسلام. يمكن الاهلي بدا يومه في 9 صباحا بوجبه الفطار، ويمكن الغداء كان الساعه 1:15، السناكس كان الساعه 4:30، المحاضره كانت 5:25 دقيقه، يمكن استمرت حوالي 10 دقائق. طبعا فايلر اعلن فيها التشكيل داخل الكواليس، لسه ما نعرفوش طبعا بس هنعرفه بعد قليل. التحرك كان الساعه 5:30 و5 اتحركنا 6 إلا تلت بالتحديد. يمكن الفندق كان لسه جديد، يمكن ثاني مره الاهلي بينزل فيه فندق يمكن في التجمع الخامس قريب جدا من شارع التسعين. يمكن الاهلي يمكن وصل في حوالي 20 دقيقه، فندق هادي، فندق كويس، فندق على اعلى مستوى، يمكن اهدى شويه من الفندق الاهلي بيقعد فيه. تعرف مستر فايلر طلب من مدير الكوره طبعا الكابتن سيد يكون الفندق يكون هادي عشان خاطر لاعبي النادي الاهلي لما يتحركوا في وجبات الاكل ما يكونش فيه ناس كتيره، نزلاء كتيره يقدروا يتصوروا مع اللاعبين ويخرجوا اللعيبه عن تركيزهم. يمكن كان طلب مستر فايلر طبعا، وعلى طول كابتن سيد والجهاز الاداري على طول بيلبي الطلب في اقل من دقائق، وكان توفير
الفندق على اعلى مستوى طبعا لاعبي النادي الاهلي. والنهارده تاني مباراه قاعدين في، خليني اقول لك يمكن النهارده كان في تمرين صباحي للعيبه اللي خارج ال 19 لاعب اللي اختارهم مستر فايلر، وطبعا كان بيقود هذا التمرين الكابتن سامي قمصان، وبعد انتهاء التمرين كان حريص يكون موجود مع طبعا الجهاز الفني في الفندق. اختار 19 لاعب، طبعا هيخرج علي لطفي وهيكون موجود الشناوي وشريف اكرامي لقائمه ال 18. يمكن النهارده في انباء كتيره بتقول ان ممكن نلاقي ازارو بيبدا، ممكن نلاقي احمد فتحي في مركز السرد باك، وارد ممكن نلاقيه في البكرايت، وارد لسه هنعرف بعد قليل، بس يمكن الشكل العام بيقول ان ازارو احتمال يقود هجوم النادي الاهلي اليوم. بكره مفيش راحه، بكره على طول الجهاز الفني قرر ان بكره يكون في تمرين طبعا استعدادا لمباراه الاسماعيلي اللي هتكون يوم الخميس. عهد النادي الاهلي مفيش اجازات، مفيش راحات، كل يوم تمرين، ضغط المباريات، مباريات متتاليه كل ثلاث ايام مباراه. نتمنى باذن الله يا رب النهارده التوفيق يكون من نصيب النادي الاهلي، ويكون النهارده يوم سعيد لجميع الاهلاويه. كابتن اسلام معاك لو في اي استفسار اي حاجه انا معاك. طيب شريف، الحقيقه النهارده كالعاده الكل ينتظر هذه المباراه، من وجهه نظرك وانت دائما ما تكون مع اللاعبين، لاعبين مركزين، اللاعبين بيفكروا ازاي في هذه المباراه؟ في ناس تقول لك الماتش اصله سهل، في ناس تقول لك الماتش اصله صعب. طارق العشري مع حرس الحدود دايما بيبقى فيه يعني لعبكه كده في المباراه، انت شايف الاجواء ازاي وانت دائما متواجد مع الفريق؟ خليني اقول لك كابتن اسلام، لاعبي النادي الاهلي يمكن الواحد بيشوفهم في الغداء بالتحديد بيبان على الوجوه التركيز، او مثلا ممكن يبقى في كلام مع اللعيبه بيكلموا بعض كتير، لا بيبقى انا ملاحظ الفتره الاخيره يمكن مستر فايلر المدرسه اللي ما بيحبش ان اللعيبه تتكلم مع بعض كتير، بيحب التركيز ثم التركيز، اللعيب يبقى مركز داخل المباراه مركز. واكبر دليل على كلامي طلبوا تغيير فندق الاقامه، لان الفندق كان فيه نزلاء كتيره وعاملين يعني كل شويه بيعملوا دوشه لاعبي النادي الاهلي، فقال لك لا لازم يبقوا في عزله او ما حدش يقرب منهم عشان تركيزهم الكامل. وبالفعل النهارده في وجبه الغداء، في وجبه الخفيفه الكوفي بريك، التركيز باين على وجوه لاعبي النادي الاهلي، يمكن الكلام قليل جدا مع بعضهم، كله بيتكلم لو اتكلموا بيتكلموا في هذه المواجهه، ان طبعا فريق حرس حدود فريق قوي جدا بيقوده طبعا فنين الكابتن طارق العشري مدير فني كوف ومدير فني كبير، ويمكن تتلمذ على ايد الثعلب طبعا مانويل جوزيه. يمكن البعض بيتكلم ان المواجهه صعبه، ولكن النادي الاهلي اهلي لها، وباذن الله باذن الله ما فيش فريق باذن الله يقف قدام النادي الاهلي باذن الله، ويكتسح جميع الفرق يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، وطبعا كالعاده شريف هيجيب لنا طبعا تشكيل المباراه اول ما يكون بشكل رسمي. خلينا بقى نطلع نروح لنبدا فقرتنا الاولى، دكتور احمد ثابت، اهم نقاط الضعف والقوه في فريق حرس الحدود، واهم ايضا الارقام لفريق حرس الحدود، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ شرف كابتن الله. ده نورك كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. الحمد لله. الله يخليك. انتوا غيرتوا؟ غيرنا عشان الحمد لله. كابتن حشيش بقى النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن حشيش؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ ربنا يخليك نورك. النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن اسلام. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. كابتن فتحي خليني ابدا مع حضرتك كالعاده يعني، وهتقول لي لا اصل التشكيله انا ماليش علاقه بيه ومش عارف ايه، لكن تشكيل النادي الاهلي ايه راي حضرتك فيه النهارده؟ هنقول بس دلوقتي ظهرت في ملامح، في ملامح، لا ملامح التثبيت وملامح الفرقه. في الاول ما كناش بنشوف الراجل بيفكر ازاي، ولا كنت اقدر احكم عليه، لان انا لازم انت كمدرب تكون عايش مع اللعيبه وعارف اللعيبه دي بتعمل ايه. ست سبع ماتشات كويس، عدوا الست سبع ماتشات عرفنا الراجل. الفرقه دلوقتي نقدر نقول فيها ثبات. اي فرقه عايز تعرف الثبات بتاعها روح نمره واحد على العمود الفقري بتاعها اللي هو حارس المرمى موجود، اه موجود، وبعدين عندي سيرد باك رامي ربيع موجود، موجود قدامه السلايه موجود، موجود قدامه اجاييه، اجاييه واجاييه هيلعب اذا كان متاخر شويه بينزل ازارو، لكن ما بيعتبرش تغيير. التبديلات مثلا انه ينزل احمد فتحي
بره او ينزل اي واحد من بره دولت ما بيعتبروش تغيير. لكن اهم حاجه لنجاح اي فريق وثباته هو العمود الفقري، الباك بون، العمود الفقري. اذا اقول ان الراجل دلوقتي استقر على فرقه النادي الاهلي، ونقدر نقول فرقه النادي الاهلي، ومش هيقدر يلعب في هذا العمود الفقري، لكن هيلعب في الاطراف من الجنبين، سواء الباكين اللي احنا عندنا اربعه ما شاء الله دلوقتي، او خط النص عندنا برضو عدد اكتر، او راس الحربه الوحيد اللي في العمود الفقري بيقدر يتغير ما بين ازارو واجاييه. وبرضو استفاد باجاييه ان هو بيرجعه ورا على اساس بيكمل في بعض الحالات، هتلاقي اجاييه جنب ازارو ان ممكن يبقوا اثنين قدام، ده الفكر اللي هو بنزور اجاييه في الحته دي، انه بينزل ازارو على اساس ان هو يقدر يعني يكون موجود يشغل هنا، واجاييه يصنع ويكمل للناس اللي تحت. هنكمل برضو شفناه عشان يكمل مسيرته، قلنا فرص التسديد، والتسديد احد اسلحه اي فرقه عايزه تجيب اجوان مع فرق متكتله، وكره القدم الحديث الفريق اللي بيشوط من بعيد هو الفريق اللي يقدر يسجل. ومش هنروح بعيد، معانا كابتن عادل عبد الرحمن ايام ما كان يعني كنا لسه بنتكلم قبل الماتش، فان راجل لعيب وسط الملعب اللي هو ما يعرفش يشوط من على بعد 20 30 يارده 35 يارده، يشوط في كل مباراه 3 4 كور في كل شوط، يعني 6 كور في ده، يعني حتى لو الكوره نفسها ما دخلتش جوان بترتد من قايم، بترتد من مدافع، بترتد من حارس، يعني اللعبه الثانيه تقوم تلاقي مهاجمين يسجلوها. ده اللي احنا اللي ظهر في النادي الاهلي السنه دي بقفشه، مجدي قفشه، كل بقول مجدي قفشه، لا مجدي قفشه انا بقول، بس في التسديد اصبح، بس عاوزين من مجدي قفشه التسديد بقى، عاوزين الدقه. وليد سليمان طبعا. طبعا وليد سليمان يعني ده من زمان، لكن احنا بنقول على الجديد. طيب خلينا نقول لحضراتكم برضو تشكيله رسميه لنادي حرس الحدود في هذه المباراه. احمد السعداني في حراسه المرمى، عبد الله جمعه ومصطفى زناري وخالد سامي وعمرو الحلواني في خط الدفاع، محمد جريندو ومصطفى جمال واحمد فيليكس ومحمد شط، ثم نانا انتوي وتوني لوكاسا. ده التشكيله الرسميه لنادي حرس الحدود. كابتن عادل، تشكيل معتاد من الكابتن طارق العشري، وغير تغييرين تقريبا او ثلاث تغييرات عن المباراه الاخيره، ولكن تشكيل معتاد، واعتقد ان هيبقى نفس الشكل الاداء المعتاد للكابتن طارق العشري. اكيد هو التغيير اللي في خط الدفاع هو خالد سامي، من المباراه اللي فاتت كان بيلعب حسن مجدي المباراه اللي فاتت، والثلاثي يمكن كمان في جهاد جنيدي كان بيلعب المباراه بتاع اف سي مصر، ولكن ما لعبش النهارده، ولكن الباقي كله متواجد. لكن انا شايف ان طارق العشري طريقته محفوظه ومعروفه طول الوقت، بيلعب قدام طارق العشري، مقسم الدوري. يمكن انا تابعت طارق العشري شويه، انه مقسم الدوري اربع ليفلات، الليفل الاولاني اللي هو فرقه الاهلي والزمالك، الليفل الثاني ممكن يكون الفرقه الثانيه اللي بتمشي في الوقت ده المصري، الليفل من اول ليفل الثالث بالنسبه له هو ان هو بيلعب على المكسب، لكن ليفلين دول بيلعب على الهجمه المرتده، بيلعب على الدفاع. احيانا طارق العشري بيدمج طريقه 4 1 4 1 في طول الوقت، وبينزل واحد خامس عنده في الحته الدفاعيه، وبيزود نص الملعب دائما، ما بيلعبش بالمهاجم اللي هو اللي واقف في الحته الاماميه عشان يعمل العلامه حطه، لانه هو طارق العشري مع الفرق الكبيره بيطلع كبلوك واحد وبيرجع كبلوك واحد، ما بيعمل عمق دفاع، ولكن ما بيعملش الضغط خالص. يمكن هو بيسيب للفرق زي الاهلي النهارده هيسيب له حوالي 40 متر الاولانيين، وهيشتغل على ال 30 الاخرانيين اللي هو ما بين حته نص الملعب وحته الدفاعيه. افتكر ان النهارده النادي الاهلي عنده فرصه جيده في بدايه المباراه، لان حرس الحدود دائما الفتره بتاعته اللي هي الاولانيه في حته الموقف بتاع الحته الدفاعيه في البدايه ما بيبقاش مركزين قوي، هم التركيز بيجي لهم بعد 20 دقيقه لما بيوصلوا للحته اللي هو عايزها طارق العشري، اللي هي الحته الدفاعيه، التماسك الاولاني. هو دائما بيلعب على الوقت،
انه اول 20 دقيقه لو عدوا عنده كويس مع الفرق الكبيره يقدر يلعب على الهجمه المرتده الثانيه. تبص تلاقي طارق العشر مقسم طريقه اللعب الدفاعيه بتاعته، يعني في مدربين بيقسموا طرق لعب دفاعيه بعدين هجوميه، لا هو بيقسم طرق اللعب الدفاعيه عنده. الثلث ساعه الاولانيه دفاع ما فيش هجوم خالص الا قدرات خاصه، كره طويله هو دايما بيلعب على الكره الطويله اول 20 دقيقه بس مش منظمه، يبدا يلعب اللعب المنظم. افتكر انه النهارده حرس الحدود بطريقه اللعب دي ويمكن عنده اكتر من مفتاح لعب ممكن في الحته الدفاعيه بيتحولوا بسرعه، ولكن التحول بتاعهم وحته ان هو بيفاجئ الفرقه الثانيه بيفاجئهم في ازمنه. الشوط الاولاني بالذات من الدقيقه 30 الى الدقيقه 45، الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني واخر الشوط الثاني. تمام كابتن حشيش، نروح مره ثانيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيعتمد زي ما الكابتن فتحي تفضل وقال على العمود الفقري دائما، ما يكون لا يكون هناك تغيير في هذا الباك بون او العمود الفقري، لكن ان هو دائما النادي الاهلي برضه بيعتمد على محمود وحيد او على الاطراف. تمام يعني خلينا نتكلم سواء علي او محمود او هاني او فتحي او رمضان او حسين او اي حد، احمد الشيخ، اي حد بيلعب في هذا المكان دائما ما بيعتمد عليهم. في ظل الكثافات العدديه المتوقعه من فريق حرس الحدود، النادي الاهلي هيعمل ايه النهارده؟ احنا الحقيقه لو استعرضنا كده مشوار النادي الاهلي في الخمس مباريات اللي لعبها في الدوري من البدايه، يعني هنلاقي التشكيل تقريبا واحد، في تبديلات في حدود بسيطه جدا جدا. هو الراجل استقر خلال الفترات اللي فاتت والماتشات اللي قبل كده على القوام الرئيسي للفريق، باستثناء بقى بعض التغييرات البسيطه اللي ما بعتبرهاش، يعني دي راجل كان ما بعتبرش ان الراجل مثلا يعني اجايه بيلعب على طول. وليد سليمان اتشال النهارده، بتحط اجايه مكانه. وليد ازارو خد المباريات اللي فاتت، يعتبر برضو من القوام الرئيسي. محمود وحيد يمكن النهارده رابع مباراه ليه يلعبها، او ثالث مباراه، ثالث رابع مباراه، يعني اذا بقى في القوام الرئيسي. التغييرات بسيطه ما تخلش بالانسجام بتاع الفريق. عامل ريكورد النادي الاهلي خلال المباريات اللي فاتت خمس مباريات، وده ريكورد يتضاف للنادي الاهلي ان هو خمس مباريات العلامه الكامله، سبع اهداف بيدخل فيه هدف واحد، ماشي الحمد لله بخطه ثابته. جرب كمان ان هو يلعب قدام فرق مختلفه، يمكن معظم الفرق اللي لعبها هو نفس الوضع بتاع اي فرقه بتيجي تلعب البطل للنادي الاهلي، بتلعب زون ديفنس تكتل، بيملى القلب قدام المدافعين، بيعتمد على الكونتر اتاك باستثناء المباراه الاخيره بتاعت وادي دجله. النادي الاهلي قابل وكان اختبار جديد للاعيبه والجهاز الفني انه بيلاعب فرقه يمكن قريبه شبه شويه منه، بتعتمد على الاستحواذ وبتعتمد على السرعات وبتضغط برضو من قدام. شفنا برضو مستر فايلر لعب بطريقة برضو المناسبة وقدر يفرض شخصيته على فريق وادي دجلة، بالنتيجة طبعا السكور اللي جه طبعا في وادي دجلة. النهاردة الموضوع مختلف شوية. حرس الحدود انا يمكن كان ليا حظ وراقبت لهم مباراه في الموسم ده مع مصر المقصه، الحقيقه قدموا مباراه كويسه جدا وكسبوا 2-1 المقصه، وكان مباراه يعني قويه. عندهم هدافين دلوقتي شرويده وعمر الحلواني داخلين في قائمه الهدافين، ترتيبهم الثامن، جايبين 10 بونت، يعني فرقه بتقدر تكسب، عامله مكسب يعني مباراتين وتعادل اربعه وهي خساره واحده، ماشيين كويس من البدايه السنه دي. معاهم جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن طارق العشري انا طبعا احبه على المستوى الشخصي، بيعرف يلاعب الفرق الكبيره ازاي، بيلعب دايما على مفاتيح اللعب بتاع الفرق الكبيره ونقط الضعف. من الناس كمان اللي بتبقى متواجده بصفه اساسيه على الخط، دايما بيحفز اللعيبه عشان يديهم نوع من انواع التركيز ويقدر ان هو يعني يملك المباريات اللي هو بيأديها. بيعمل تكتل دفاعي وبيقفل طبعا الاطراف، والنهارده طبعا هيبقى بزياده شويه عشان النادي الاهلي بيلعب من ناحيه الاطراف. كمان هو بيلعب بيحط اربعه في نص الملعب قدام الاربعه المدافعين، وبيسيب اثنين
يعني حرين قدام بيعتمد برضو على الكونتر اتاك. النهارده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي برضو اعتقد انه مش هيغير الطريقه بتاعته، هيعتمد على الاستحواذ في كل الملعب. بس النهارده مهم قوي انك تستخدم كل اسلحتك، يعني غير الاستحواذ ان انت لازم التصويب. ميزه التصويب عندنا دلوقتي اللي زادت الفتره الاخيره بوجود طبعا مجدي قفشه او وليد سليمان لما ينزل، الكور الثابته النهارده هيبقى عليها برضو دور كبير جدا. النهارده اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي مؤهل النهارده انه يعمل مباراه كويسه وان شاء الله يكون له المكسب يعني. طيب كابتن فتحي، عمرو السوليه وقفشه ودورهم سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه او من ناحيه الاستحواذ. شوف يا كابتن سليم، تكمله بقى كابتن حجيج نفس الخط، احنا كنا اتكلمنا في الاول ثبات الراجل في الشكل العام في وضع الفرقه العمود الفقري ده، هو انه يوضع الفرقه. طيب خطه اللعب بقى ايه غير ان انا احط الفرقه؟ ما الفرقه ان انا احط افراد واطلب منهم واجبات. الواجبات بقى خلصت، يبقى خلاص انا عرفت الطريقه. الخطه ايه؟ الخطه هي بتاعت هذا الرجل ان لو تشوف كل اللعيبه اللي قدام سواء الاثنين او المجموعه اللي قدام او الاثنين السرد باكين رامي ربيعه وايمن عاشور او الباكين عندي فتحي وحيد، كله عنده القدره لبناء هجمه، كله عنده القدره للتمرير السليم والاستقبال السليم. ده مهم جدا طبعاً. ان اي لاعب في الملعب عنده القدره انه يبدا الهجمه، مش إن يعني احنا كنا متعودين الفراوده بس او نص الملعب، دلوقتي انت عندك ال 11 لاعب بما فيهم الشناوي كيفيه بدء الهجمه، ودي مهمه جدا. مهم جدا ازاي ان انا ابدا هجمه؟ ان انا عندي مهاره التمرير وزمايلي عندهم مهاره الاستقبال. خلاص اصبحت انت دلوقتي عندك فرقه قادره على التمرير والاستقبال اللي هم اصعب حاجتين او سر كره القدم قبل المهاره في الترقيص، لان الترقيص فيها مغامره طبعا. انا ممكن ارقص، ممكن اتزحلق، ممكن المدافع ياخدها مني، اما التمرير من الصعب طالما بمرر لواحد شايفه صح والتاني هيستقبل الكره صح، يبقى اكيد الكره مش هفقتها طالما الكره معايا ما فيش خطوره. اذا دور مهم جدا لعمرو السوليه، عمرو السوليه وقفشه. نرجع لهم بقى دلوقتي، دورهم ايه؟ هم دورهم استخلاص الكره من الخصم في منطقه المناورات اللي هي قدام منطقه الجزاء وخارج منطقه الجزاء، واستخلصها وابدا بها هجمه، واستخلصها واكمل هجمه، وواحد فينا يكمل مع الثلاثه اللي قدام بحيث يبقى اربعه عشان نوصل اربعه، يبقى في قدام واحد ويطلع. ممكن المتخيلين النهارده ان اجاييه هيروح جنب ازارو ولاقي قفشه او السلال اللي جنبهم برضو، هتلاقي اثنين بقوا في النص. ده كله من خلال طريقه او خطه اللعب من خلال الطريقه اللي هو واضح. تمام. كابتن عادل على الجانب الاخر النهارده، ليه وليد ازارو واجاييه مش اجاييه ووليد سليمان؟ شوف يمكن حته التدوير اللي بيدورهم مستر فايلر في بدايه الموسم هو بيدور في شخص او اثنين او لاعب او اثنين بس. يمكن اجاييه ووليد سليمان هيأدي نفس المهمه، لكن بيلعب لكل مباراه ولكل خصم بيلعبه. يمكن النهارده هو في خصوم بتبقى اقوى شويه من حرس الحدود، فبيعمل ايه؟ فبيلاعب اجاييه هو اللي قدام وبينزل وليد سليمان عشان يبقى عنده الحته الدفاعيه اكتر، لكن محتاج النهارده الحته الهجوميه. حتى كمان انت اتكلمت والكابتن فتحي اتكلم على اهم عنصرين عندك في الملعب اللي هو عمرو السوليه وقفشه. الاثنين دول يعني اي مدرب في الدنيا بيلاعب الاثنين عكس بعض، بمعنى يلعب واحد ديفندر، وكان النادي الاهلي بيعتمد عليها مع حسام عاشور. لكن الاثنين دلوقتي اللي بيلعبوا في وسط الملعب عندهم الحته الهجوميه وبيتبادلوا الحته الهجوميه وبتيجي من الحته الدفاعيه اللي بره. لكن انا معلش انا عاوز اخرج بس سنه على موقف الفرقتين السنه دي بسرعه عشان دي عشان الدوري. احنا لو اتكلمنا ويمكن فريق الاعداد عندنا عمل المقارنه دي، لو قارنت ما بين الاهلي في نفس الاسبوع السنه اللي فاتت وحرس الحدود في نفس الاسبوع السنه اللي فاتت، هتعرف ان في تحسن كبير قوي للفرقتين. الفرقه الاولانيه النادي الاهلي عنده كان بيلعب في الاسبوع الثامن وكان عنده 11 بونت في الاسبوع الثامن، وكان جاي من هزيمتين قبل حرس الحدود.
قبل ما يلعب الاسبوع الثامن كان عنده هزيمه الاتحاد وعنده المقاولين العرب ودخل وكان عنده 11 بونت. حرس الحدود كان عنده 3 بونت في الثمانيه. ايوه. لكن النادي الاهلي في 5 بونت في 5 جولات عنده 15 بونت في الوقت الحالي، عنده رصيد من الاهداف جيد جدا، عنده استمراريه في النجاح، استمراريه في المكسب، استمراريه في الاداء المتميز. النادي الاهلي السنه دي بيقدم كوره جيده جدا هجوميه. تم تسليم وتسلم زي ما الكابتن فتحي قال، فيها شوتينج، فيها كروسات، يمكن كل الاجوان بتيجي من مناطق مختلفه وبمهاره مختلفه. الحاجه المهمه انه النهارده النادي الاهلي بيلعب المباراه مع حرس الحدود اللي هو السنه اللي فاتت في نفس الموقف كان عنده 3 بونت بس في من 8 اسابيع، كان جاي 3 بونت من 3 من 3 من 3 تعادلات فقط، عنده 3 بونت في 8 اسابيع. المره دي هو عنده 2 فوز، عنده 4 تعادل، عنده هزيمه او 2، يعني عنده هزيمتين. فانت بتتكلم على تحسن في اداء حرس الحدود وتحسن كبير وملحوظ في اداء النادي الاهلي. وبالتالي يعني حضرتك عايز توصل احنا ممكن نشوف ماتش كويس. انا دائما حرس الحدود والفرق اللي النادي الاهلي بيعمل مجهود علشان يكسبها، النادي الاهلي بيعمل مجهود مع كل الفرق لان الفرق كلها بتقابله من الثبات. انت في فرق ما بين انا بهاجم وبعدين بدافع، لكن الفرق بتدافع للنادي الاهلي فالجهد بيبقى اقل. يمكن الكابتن فتحي اتكلم على مهاره التسليم والتسلم. النادي الاهلي لما بيعمل تسليم وتسلم جيد وصح بيفقد الفرقه الثانيه كم كبير من الكيلوهات في الجري. عشان كده انا بقول ان النادي الاهلي النهارده في بدايه المباراه بنفس اللعيبه اجاييه وليد ازار والتحرك بتاع الاثنين الحته الاماميه ومعاهم مجدي قفشه، لان انا متاكد تماما ان لا مركزيه في الحته اللي قدام رمضان واجاييه وحسين شحات وازار. تمام كابتن حشيش، دايما حرس الحدود بيلعب 3 خطوط قريبه جدا من بعض، هي بتبقى اقرب لمصياد التسلل، لكن هي كابتن طارق ما بيبقاش قايل. انا يعني انا اشتغلت مع كابتن طارق حوالي 3 سنين او 4 سنين كنت بلعب، يعني ما كنت لاعب، فهو ما بيقولهاش انه عايز يلعب مصياد التسلل، لكن هو بيقول عايز يقرب، مفيش مساحات، مفيش مساحات علشان يقفل، وفي نفس الوقت هيبقى في مساحات كبيره تمام في ظهر خط دفاعه تمام، فبيخلي حارس المرمى دايما يبقى ليبرو، بيخليه يطلع دايما يقف على خط ال 18 ويمكن يخش كمان ورا الفرقه. وبالتالي كيف يمكن النادي الاهلي يستغل هذه الثغره المهمه جدا؟ وهل الكلام اللي انا بقوله ده قد يكون سبب لعب وليد ازارو النهارده ان من الممكن ان يكون هناك مساحات؟ طبعا عايزين نقول برضو ان الكابتن طارق العشري يعني من المدربين اللي بيعرفوا يلموا النقاط، وخصوصا في بدايه الدوري في الدور الاولاني. هو بيلعب دايما على الخصم، طول ما هو متعادل، وده الكلام ده انا يعني قريب منه عارف، طول ما هو متعادل والجيم ماشي هو مكسب بالنسبه له، انه هيطلع بنقطه، بيبتدي يطمع في الماتش على حسب الخصم وعلى حسب اداء الخصم. طبعا الفيصل النهارده في الطريقه الدفاعيه بتاع الكابتن طارق النهارده اللي هو سرعه استخلاص الكرة والتحول من الدفاع للهجوم. الحتة دي مهمة جدا، واستغلال بقى ممكن زي ما انت بتقول يكون وجود ازارو النهاردة للسرعات في المساحات الفاضية لو حصل تقدم شوية من خط الظهر بتاع حرس الحدود، وانه يبقى قريب من خط النص والمهاجمين، ممكن عن طريق اللعب السريع واللعب في المساحات الفاضيه ممكن استغلال ازارو في الحته دي، وممكن يبقى بعد كده على حسب برضه ظروف الماتش. يمكن الراجل التغيير اللي عامله بالنسبه لاجاييه ووليد سليمان، اجاييه طبعا لعب الحته دي قبل كده وبيجدها، يعني يمكن انا في رايي ان اجاييه في الحته دي احسن من الحته اللي قدام شويه، وده هيرجعني ان انا اقول برضو ان انا حاسس ان الراجل لغايه دلوقتي موضوع التغييرات دي، لو بعيد عن الاصابات، موضوع التغييرات دي ممكن يكون ان هو عايز برضو يشوف بعض اللعيبه في حتت اخرى او توظيف تاني موجود عشان يحكم برضو على انسب واحسن وضع او مكان بالنسبه لكل لعيب على حد. فاعتقد ان النهارده ان شاء الله باذن الله هي استغلال الهجمات السريعه دي ممكن تبقى، خصوصا ان في برضو يعني من خلال المباراه اللي انا يعني شفتها الحرس الحدود ان في بطء شويه في المساكين، عشان كده هم بيبقوا قريبين من بعض عشان برضو حته البطء يعني. تمام هنكمل كلامنا عن هذه المباراه وهنحلل اكتر وهنتكلم عن
البدلاء من اللي هيكون له فرصه في ان يكون متواجدا في الشوط الثاني او اثناء المباراه. لكن نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نكمل. طيب احتياطي النادي الاهلي في هذه المباراه شريف اكرامي، وليد سليمان، اليو ديانج، احمد الشيخ، سعد سمير، محمد هاني، مروان محسن. مين اللي هيكون له دور يا كابتن في الشوط الاول او الثاني على حسب سرعه المباراه؟ لو تسمح لي بس قبل ما اقول النقطه دي، اتسال سؤال قبل الفاصل وسؤال عنك انت كوراجل بتاع كوره. السؤال ان انت قلت الكابتن طارق العشري فرقته بيلعبها ملمومه وبمقفوله وبيخلي حارس المرمى يلعب نمره. دي تقول لك ان الراجل مدرب النادي الاهلي اتفرج عليهم كتير، لان السؤال ده مهم جدا. عشان كده جاب ازاره، عارف ان هيبقى فيه مساحات. السرعه عايزه مساحه، يعني عشان واحد يجري لازم مساحه، اما التكتل مش عايز واحد سريع هتقعد تخبط في اللعيبه اللي قدامك، اما لو اتوجدت المساحه يبقى انت عايز واحد سريع. عشان كده هو فكر في ازارو قدام، ما فكرش في ديانج. لسؤالك يعني انت لانك انت بتاع كوره بتسال هذا السؤال، فيمكن لو مع احترامي لاي حد تاني ما بيلعبوش كوره او مالوش في الكوره، السؤال ده سؤال كوراجي واحد بتاع كوره. تمام، دي واحده بس يعني لازم حقك تاخده فيها. طب نيجي بقى للتغيير. انت عندك 7 لعيبه، ال7 لعيبه اي واحد فيهم جاهز في اي وقت للاصابات، لاي واحد. طب تقول لي لو ما فيش اصابات في 3 هيتشالوا مش هيتحطوا لو ما فيش اصابات، شريف ومحمد هاني وسعد سمير، مش هيبقوا في حسبان الراجل يعني. لو ما فيش اصابات يبقى دوت مش هتحطوا. يبقى هيفكر التغيير مش تغيير الاصابه، تغيير خططي. تغيير الخططي الامور مشت بشكل طبيعي. يبقى تغييراته هتكون خططي. طب او راحت بعد اللاعبين المجهدين اللي هم بيشتغلوا في غرفه العمليات، اللي هم مين؟ وليد سليمان، ديانج، واحمد الشيخ، ومروان محسن، وهو ده الاقرب. ومروان محسن اقرب، يمكن ابعد شويه لان عنده 2 جوه. صح. اللي هو بيلعب براس حرب، عنده ازار وعنده يعني ممكن لو عايز يغير وليد ازار ممكن يطلع اجاي قدامه. فممكن يعني فعندك وليد وديانج واحمد شيخ هم اقرب 3 ممكن يكونوا من ال7 دول. تمام. كابتن عادل، برضو على الجانب الاخر فريق حرس الحدود زي ما حضراتكم اتفقتوا جميعا انه بيلعب بخطه مقفوله يعني او بشكل مقفول طوال تمام. المباراه. كابتن طارق مش متعود يعمل تغييرات بدري. لا شوف، انا اكلمك على حرس الحدود. حرس الحدود يمكن اتكلمته في حته الحته الدفاعيه اللي هيعمل عمق بس يطلع بالفرقه عشان المساحات بتاعت وليد ازار. افتكر ان طارق العشري مع الفرق الكبيره بيعمل زون، ما بيعملش دي ليه؟ لان السرعات طارق العشري يمكن يعملها مع الفرق المتوسطه اللي هي من المجموعه الثالثه. ممكن خليني اقول لك اللي بيعملها. انا كنت بلعب اصلا في حرس الحدود، قعدت شويه. نهائي الكاس كان بيلعب بالطريقه دي؟ نهائي الكاس، لكن انا بكلمك على حرس الحدود اللي هو الدفاع القريب. انا فاهم، ما يقدرش يعمل دي مع النادي الاهلي. اللي هو الكومباكت. ما بيقدرش يعمل دي مع النادي الاهلي، ليه؟ لان النادي الاهلي عنده ميزه، عنده المهاره. عنده الواحد ضد واحد. ده دائما الفرق لما بتيجي تدافع ما بتعملش الا واحد وواحد سبورت ورا لعيبه النادي الاهلي، ليه؟ لان لعيبه النادي الاهلي عندهم المهاره الاساسيه، يعني انت عندك في النادي الاهلي مثلا عندك رمضان صبحي عنده التعديه كويسه والمهاره واحد ضد واحد، اجايي واحد ضد واحد، حسين الشحات واحد ضد واحد، وليد ازارو سرعات، يبقى هو عاوز سبورت لوليد ازارو، عايز سبورت لرمضان صبحي، عاوز سبورت لاجايي، عاوز سبورت لحسين الشحات. يعني حضرتك شايف ان هو هيلعب زون ديفنس لازم هيعمل من الطريقه الكومباكت دي، لانه ما يقدر الطريقه دي محتاجه فرق اقل من النادي الاهلي. انك انت تاخد الفرقه بتاعتك وتنقلها من مكان لمكان، ممكن الفرقه الكبيره تعمل الهجمه المرتده، التخلص من واحد في اللي هي الفتره اللي بيعملها طارق العشر لو هيشتغل بيها، ان هي ككتله لو تمام. تخلصت من واحد بس هتحس ان هو ايه تمام. في اخطاء كتير. تمام. كابتن حشيش، ازارو النهارده مطلوب منه ايه؟
مطلوب منه ان هو يجري في المساحات كتير قوي، يبقى عنده نوع من انواع لو لم تتواجد على راي الكابتن عادل هيحصل ايه؟ هيبقى المفروض ان هو محطه للي جاي من تحت. يعني يبقى ثابت برضه على اساس لو هو ممسوك مان تو مان قويه ومفيش مساحات يجري فيها. تمام. يبقى بيخلق هو او بياخد المساك بتاعه بيطلع على الاطراف عشان يفضي الحته اللي في النص. انا بس هرد على كابتن فتحي في حته سريعه جدا، حته التغييرات غير انها لو الامور مشت طبيعيه على حسب برضه نتيجه المباراه، يعني لو في سكور غير ان النتيجه لسه متاخره شويه يعني. كابتن عادل برضه في حته الزون ديفنس او دي بتعتمد برضه على المجموعه اللي معاها، هتقدر تأدي دي ولا دي ولا مش هتقدر تأدي دي، ده اللي هنشوفه. عايز تقول حاجه بسرعه كابتن؟ حته سريعه، حته الاحتياط بتاع النادي الاهلي، فايلر من المدربين اللي بيرقموا اللعيبه، يعني دلوقتي عنده اهم لاعبين حتى لو عنده في الحته الدفاعيه في اصابات ممكن يعمل تغييرات. يعني عنده وليد سليمان خلاص مهم من المهمين اساس، محمد هاني اساس، ديانج اساسي، احمد الشيخ، دول من الاربعه دول من اللي في الفتره الحاليه هم اللي عليهم خلاص هم اللي عليهم. تمام. عموما هنشوف ماذا سيحدث في هذه المباراه، وكان هسيب حضراتكم مع تقرير لابرز او تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي ونادي حرس الحدود، وبعد كده هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه. بعد نهايه المباراه مباشره ما تنسوش هنكون مع حضراتكم مع نجومنا الكبار كابتن فتحي، كابتن عادل، كابتن حشيش، كل كواليس ما حدث بعد نهايه هذه المباراه ان شاء الله هتلاقوها من خلال شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي. هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه واستناكم مباشره بعد نهايه هذه المباراه. ألف مبروك، 3 نقاط تضع النادي الأهلي مرة أخرى على صدارة الدوري العام المصري ب 18 نقطة من 6 مباريات، العلامة الكاملة للنادي الأهلي في خلال 6 مباريات، ولكن مباراة صعبة جدا 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 استطاع النادي الأهلي أن يفوز بها بتسديدة، زي ما الاستوديو التحليلي قبل المباراة قال أن التسديدات هيكون لها دور كبير النهاردة، زي ما حضراتكم شايفين رمضان صبحي بيعملها لأحمد فتحي، يجي يعملها اوفر تخبط تروح لعمرو السوليه وتسديده اكثر من رائعه بتغير اتجاهها، ولكن التسديده اساسا تسديده رائعه ليستطيع النادي الاهلي الفوز في هذه المباراه الصعبه. زي ما قلت لحضراتكم قبل المباراه دايما مباريات حرس الحدود بتكون مباريات صعبه، والف مبروك، 3 نقاط تضع النادي الاهلي على قمه الدوري العام، واقل مباراه من المقاولون العرب ونادي الاتحاد السكندري اللي في المركز الثاني والثالث. الف مبروك يا كابتن فتحي، مبروك يا كابتن عادل، مبروك يا كابتن حشيش. مبروك. اعتقد 3 نقاط صعبه جدا يا كابتن فتحي. هي صعبه لان انت بتلعب مع فرقه ما بتهاجمكش، فرقه مش عايز يخش فيها جول، فرقه بتتفنن في ايقاف اي هجمه منظمه او غير منظمه سواء في الارض او في الجو. ويمكن برضو زي ما احنا قلنا في الاستوديو، يمكن جاي لنا مكالمات كتير يا كابتن اسلام على ان الاستوديو ده بين الاستوديو الكلام اللي بيتقال فعلا بيتنفس في الملعب، ان جت من تسديده قبل كده، مش هي دي التسديده الاولى، احنا جات لنا واحده في العارضه وجات لنا 2 في العارضه، يعني من التسديدات من قفشه، من وليد سليمان، من اجاييه، الكره اللي برضو اللي ضربت في العارضه. اذا في كم من التسديد اللي هو ملوش حل غير انه يخش جول، بس كان عايز شيء من التوفيق، والتوفيق في الكور دي لا. السوليه مهما كان يبقى عنده قوه التسديد من خارج المنطقه، التسديد من على بعد، هو ده اللي اثر. ان تضرب في واحد ما ضربش، ما هو التكتل ده هو اللي بيجد فرصه التسديد، مالكش حل غير التسديد. والكره العرضيه يمكن برضه للتكتل، انا بقول غابه من السكران موجوده من حرس الحدود، وحرس الحدود يعني يمكن بيطبق اللي بيطبقه على حرس الحدود، ان حدود مصر امنه، فهو يعني متمثل بيها ان ما بيفوتش الهوا يعني. فالحقيقه كان قايم بدوره الكابتن طارق العشري، عارف يحفر لعيبته يا كابتن اسلام. أيوة. وازاي النادي الاهلي مثلا بيلعب، او ازاي انا استخلص، هم ما يهمهمش بياخدوا الكره يبداوا بيها هجمه، هم بيخلصوا ان الكره تطلع في نص ملعب الخصم بغض النظر فين وازاي وباي طريقه مشروعه او غير مشروعه. ف3 نقط اكيد هنلاقي مباريات صعبه، هنلاقي مباريات سهله،
طبعا. هنلاقي الكرة بتمشي معاك، الكرة ساعات بتقف وبتتوقف، لكن لا يصح إلا الصحيح، لأنك أنت عندك دلوقتي الفرقة فيها وسائل ضرب الخصم، مش ضربه يعني بالإصابة، يعني أنك تكسب المباراة، وسائل أنك تكسب المباراة سواء بالتسديد، سواء باللعب الجماعي، سواء بالمراوغة، سواء باللعب الخطط اللي بنقوله، سواء بضرب الرأس، كل دي وسائل أنك أنت إزاي تكسب مباراة وإزاي تحافظ على الهدف اللي أنت جبته. مش معنى كده أنك تجيب جول يخش فيك الجول الثاني. كابتن عادل، النهاردة في المباراة الكلام اللي حضراتكم بدأتوا بيه قبل بداية هذه المباراة تقريبا اللي هو طريقة لعب الكابتن طارق العشري، كيف يلعب الكابتن طارق العشري. النادي الأهلي النهاردة لاقى صعوبة الحقيقة في كيفية ان هو يصل الى مرمى احمد السعدوني حارس مرمى حرس الحدود، ولكن في النهاية ثلاث نقاط بالطرق اللي حضراتكم قلتوا بيها برضو قبل بداية المباراة. خلينا نبقى منصفين، نقول مبروك الصدارة للنادي الأهلي، دي أولا. الحاجة الثانية المهمة ان هكذا الفرق اللي هي بطل دايما بتقابل مباريات صعبة أكيد طبعا. الميزة في البطل دائما لما حتى يكون مش موفق أو ما بيعملش الأداء المتوقع منه. أحمد السعدوني، أنا آسف، مش أحمد السعدوني. الأداء اللي هو مش متوقع منه، ولكن في النهاية أنه بيكسب المباراة. أيوه. لأن دي قيمة اللاعب الكبير وقيمة النادي الكبير وقيمة الأندية اللي بتلعب على الدوري. مظبوط. إحنا النهاردة لو كنا شفنا التكتل بتاع طارق العشري، لو كان دخل يعني النادي الأهلي أحرز جون في البداية، كان السيناريو الثاني لحرس الحدود كان هيبقى مغير تماما. ولكن كان موفقين في الحتة الدفاعية، وكان في باد لك من أجايه في البداية، الكرة اللي حطها في الجملة اللي هي يمكن لو شفناها تلاقيها جملة جميلة جدا، اللي هي اتلعبت مع وان تو وبعدين اتحطت بالكعب وراح أجايه حطها في العرض. لو كانت دي دخل كانت تبقى مغيرة تماما، اسلوب اللعب كان هيتغير تماما، لأنه الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي عندها السيناريو الأولاني الدائم اللي هو الدفاع فقط لا غير، ولكن السيناريو الثاني لما بيعملوه مع النادي الأهلي وينفذوه مع النادي الأهلي، النادي الأهلي بيلعب بحرية ويقدر خلاص. يعني مجريات المباراة كان النادي الأهلي ممكن يكسب واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ولكن الميزة النهاردة اللي عجبتني التصميم، زي ما كابتن فتحي اتكلم على التسديد ودي حاجه مهمه جدا، التصميم على انك تحرز هدف، التصميم على انك تاخد 3 بونت عشان تبقى العلامه الكامله. النادي الاهلي النهارده ما كانش موفق في ادائه من وجهه نظري، انه ادائه ما كانش مميز زي المباريات اللي فاتت كلها، ولكن المميز انك انت لما ما تكونش في يومك تكسب المباراه، ودي عاده الفرق الكبيره. وفي الاخر اقدر اقول ان ما يحسبش الدوري في الاخر، الناس بتنسى المباريات وبتنسى اللي بيبقى بس النتائج. ابقى دلوقتي ان النادي الاهلي في الصداره بعد 6 مباريات العلامه الكامله، ودي مهمه جدا في الاسبوع السادس وناقص له مباراه، وهو متصدر البطوله عن الثاني المقاولين العرب ببونتين. فمبروك للنادي الاهلي النهارده الثلاث نقاط وليس الاداء. كابتن حشيش، النهارده الحقيقه النادي الاهلي زي ما الكابتن عادل بيقول 3 نقاط، ولكن يمكن انا اختلف شويه مع الكابتن عادل في هذه النقطه، ان انت متسيد المباراه من الاول من الالف للياء في كل شيء. يمكن هجمه وحيده اعتقد او هجمه او هجمتين يعني بكتير، هجمتين تقريبا خطر، ولكن في النهايه انت بتهاجم تقريبا بتسع لاعبين، خلينا نقول 9 لاعبين، يعني كان رامي ربيعه والشناوي حتى ايمن اشرف في بعض الاوقات كنا بنشوفه بياخد من قدام، ولكن انت مستحوذ بتلعب 11، نادي حرس الحدود بيلعب تحت الكره 11 لاعب تقريبا، وبالتالي لا انت قدرت تمسك الكره في وقت طويل، قدرت ان انت تعمل فرص ضائعه، ولكن التوفيق وعدم التوفيق. بص يا اسلام، طبعا في البدايه مبروك النادي الاهلي، الهدف الاساسي اللي هي 3 نقاط ده اتحقق. لو هنتكلم على المباراه ككل، زي ما قلنا وتوقعنا ان حاصل برضو تكتل دفاعي بالزبط من فرقه الحرس بشكل كمان زياده عن اللزوم اكتر من المباراه العاديه. الراجل بيلعب بخمسه وقدامهم 4 قافلين، وبيسيب الراجل راس الحربه بتاعهم قدام عند نص الملعب، بينزل حتى تحت دايره السنتر، تكتل كبير قافل لك الاجناب خالص. انا ساعدته بقى في ان النتيجه تبقى كده في بعض الاخطاء من عندي. اولا كان في النهارده انا شايف
ميس باص كثيره قوي في النادي الاهلي. يعني وبالذات كان الباصات كانت قويه، ما اعرفش كانوا متغدين جامد النهارده اسلام الفرقه ولا ايه؟ ممكن. لا ممكن كمان كانت... خلي بالك الارض ممكن تكون فيها الندى او شويه مطره ولا حاجه. اكتر من كوره في الشوط الاولاني بالتحديد الباصه قويه بيفقدها النادي الاهلي. كذلك كان في اصرار في الاختراق العمقي بالتحديد في الشوط الاولاني. كانوا مصرين النادي الاهلي ان هو يخترق من العمق، ودي كانت عامله لهم برضو يعني صعوبه شويه لان في تكتل وتكتل واضح. ازارو النهارده ما كانش طبعا في الحاله العاديه بتاعته، لان احنا قلنا ان هو من نوعيه اللعيبه اللي عايزه مساحات يجري فيها، فهو النهارده في تكتل على الاجناب وفي القلب، ده اللي كان عامل المشكله. وبرده الحاجه اللي حذرنا منها من البدايه ان كان في بطء برده في التحول من الدفاع للهجوم. يعني كنت بتاخد الكره انت بتبتدي تنقل برده على الاجناب ما بين اليمين والشمال، بتدور الكره تكون فرقه الحرس كلها رجعت واترست قدام ال 18، وده كان عامل صعوبه. لما الفرقه ابتدت تعمل الميزه اللي احنا طالبنا فيها وقلنا لازم انها تكون موجوده، هي التصويب. معلش يا كابتن حشيش انا اسف هقطع حضرتك، خلينا نروح لارض ملعب استاد القاهره وزميلنا شريف شعبان مع مدير الكره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ، نشوف هيقول لنا ايه عن هذه المباراه. اتفضل يا شريف. من جديد بجد تحيه كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد الفوز الغالي النهارده باغلى 3 نقاط على فريق حرس الحدود العنيد جدا معي مدير الكره الكوفي الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ، بقول لك مليون مبروك، 3 نقاط غاليه، ماتش رخم قوي قوي، بس الحمد لله الهدف نسى كل الاحداث اللي كانت طول المباراه والزهق اللي يعني مش عاوز اتكلم على التحكيم ماليش علاقه بيه. عموما يعني مليون مبروك، 3 نقاط، مباراه صعبه جدا. الحمد لله طبعا عارفين من قبل اللقاء ان احنا هنقابل كابتن طارق العشر واحد من طبعا المدربين على مستوى عالي جدا جدا، لكن اسلوب اللعب طبعا احنا عارفينه، يعني هيبقى في تكتل دفاعي بشكل رهيب جدا، لو ما اتحلتش في البدايه ممكن الامور تتصعب. كانت احدى الحلول الرئيسيه والاساسيه في التكتل الدفاعي دوت هي عمليه التصويب والشوط. يعني عمرو السوليه جرب بشكل كويس الحمد لله رب العالمين، يعني كان جول غالي جدا مع فرقه عنيده زي ما انت ذكرت. يعني عمرو السوليه درجه حراره 39 وبيلعب وراجل ما شاء الله. انا بحييه جدا، يمكن على الفطار النهارده كان الامور كانت صعبه شويه، يعني كان في كلام ما بيني وما بين فايلر، والراجل جابه وساله قبل الغداء وقبل المحاضره كمان اكد عليه، فروح عمرو كانت عاليه جدا. يعني في سؤال محرج اساله لك ولا بلاش؟ ليه؟ بص يا كابتن، السوشيال ميديا وناس وكلام واعراض وناس خارجه وناس داخله واسامي بتتقال، واحنا برضو عاوزين المصداقيه، قناه النادي الاهلي قناه نادينا وجمهور النادي الاهلي عاوز يعرف الخبر فين، الحقيقه فين، فلان طالع وفلان جاي وفي اعراض، الحقيقه فين يا كابتن سيد؟ اعراض بره يعني في شهر؟ لا يعني لحد دلوقتي يمكن الصفقتين اللي نتكلم عليهم او جبنا واحد منهم اللي هو كهربا، خلاص يعني ان شاء الله الرحمن يكون عامل مؤثر جدا و اساسي ورئيسي معانا ان شاء الله الرحمن، فاضل لنا صفقه ان شاء الله. يعني فيما لو انت قصدك السؤال لمين اللي طالع بقى عندك، انا اعتقد ان الراجل لسه ما حطش الاسماء اللي ممكن تكون خارجه، لسه عندنا اسبوعين من دلوقتي، النهارده انت بتتكلم شهر ديسمبر، لسه قدامنا شهر ونص مش اسبوعين كمان يعني، فلسه بتتكلم في لحد اخر يناير يعني، بس فما عنديش حاجه اقدر اقولها غير كده لان الراجل ما قالش حد اسم بعين. يعني الاسماء اللي بتطرح في السوشيال ميديا دي كلها اسماء وهميه، وانتوا اصلا كجهاز لسه ما اتفقتوش ولسه ما قلتوش. يعني لا يعني ممكن عشان نقطع الشك باليقين، يعني لو انت بتتكلم ان في ناس بتقول لك، يعني في ناس بتتفاوض مع لعيبه عندنا، اعتقد ان الامر بالنسبه لنا ما بيبقاش له اي اساس من الاهميه اساسا، يعني هم يعني لعيبتنا بنحبها وبنحترمها وبنقدرها، حتى لو في اي نوع من يعني الحسابات الفنيه اللي ممكن ما يكونش متواجد في فتره من الفترات، بنجيب اللاعب وبنقدره وبنحترمه وبنتكلم معاه، ورغبته في النهايه هي اللي بتمشي. يعني اما فيما يخص ان في واحد مثلا ممكن يمشي، يعني ممكن يمشي من غير رغبتنا او من غير يعني، واقول لك سيبني فري لاخر يعني، من غير رغبتنا ومن غير علمنا، ان احنا يعني احنا مش من الناس اللي ما بتديش للناس حقوقها، لا حقك بتاخده ثالث ومثلث، ال 25% البدايه والاقساط الشهريه ونسبه المشاركه، ولا بنغير في عقود الناس عشان الناس تشتكينا او تهرب من عندنا يعني، فما فيش حد يقدر يهرب من عندك لان انت ملتزم ماديا معاه، ما بتغيرش في العقود بعد ما الراجل بيمضي او حتى في فتره هو مضى وانتهى بقى له شهرين ثلاثه، مش احنا ده يعني. فلو في رغبه لاي حد احنا بنتكلم معاه وبنحقق له رغبته ما فيش مشكله اطلاقا، لكن في الاطار الفني
في الاطار التعاقدي لا احنا ما بنغلطش الغلطه ديت، ما بنغلطش يعني ما بنديش بندي للناس مستحقاتها، ما بنستناش حد يشتكينا او حد يشتكي مننا او حد يتكلم علينا نص كلمه في الامور الماديه يعني، او بنغير في العقود بعد الناس ما بتمضي او بعد الناس قبل ما بتمضي بنغير من العقود او بنسلم حاجات في اتحاد الكوره على غير رغبه او علم اللعبه، مش احنا النادي ده. الفرقه ولا لسه سايبها مش قافل عليها؟ لا الحمد لله يمكن الفرقه ماشيه بشكل كويس قوي الحمد لله، الامور امور الفنيه كويسه، لكن زي ما انا قلت ست اسابيع بس هي اللي فاتت من عمر المسابقه. النهارده الحمد لله رب العالمين يعني كابتن ابراهيم نور الدين الحمد لله على السلامه، الحمد لله يعني بقى له فتره طويله جدا الحقيقه، يعني مش عايز اقول غير ان الامور تنشنه، يمكن ما فيش حاجات مؤثره بشكل كبير قوي، لكن معلش يعني هو برضو الراجل الحمد لله على السلامه يعني بقى له 14 اسبوع. اتمنى بقى اشوف كابتن جهاد جريشه، ده يعني بقى له اربع سنين ما شفتوش في فرق معينه يعني، كابتن ياسر محمود الراجل اساسا خدها من اسرها وبطل يعني، فالحمد لله طبعا الحمد لله على السلامه كابتن ابراهيم. اتمنى اشوف كابتن جهاد جريشه، اتمنى اشوف الناس اللي هي ممكن تكون، ولو ان ما فيش اخطاء دلوقتي كل اخطاء الناحيه الثانيه. للتوفيق ان شاء الله. اسماعيلي يوم الخميس ما فيش اجازات. ما فيش اجازات عندنا بكره تمرين الصبح ان شاء الرحمن، مباراه صعبه جدا، فرقه الاسماعيلي فرقه محترمه عندها اسم كبير عندها شخصيه فرقه بتعرف تلعب بشكل كويس قوي، هنحترمها ونقدرها، ارجو ارجو ان يبقى برضو العامل التحكيمي مهم جدا في المباراه، ارجو ارجو كده بقولها من دلوقتي. يمكن كابتن جمال الغندور انا ليه عتاب عليه كبير جدا، يمكن حتى لما اتسال في مباراه النجم الساحلي وباندو بتاع بتسوانا قال لك انا ما شفتش اللعبه خالص وكنت مسافر، يعني اعتقد ان دي حاجه تخص فرقه من بلدك حتى لو انت مش رئيس لجنه الحكام يعني، يعني اعتقد من باب الفضول حتى يعني ان انت تشوف حاجه اثارت الجدل الافريقي والعربي وكل الانديه العالميه يعني، فرئيس لجنه الحكام المصريه لما يتسال السؤال ده يقول لك انا ما شفتهاش يعني. طب في حاجات في مصر حضرتك شفتها ولا لا؟ في حاجات كتير قوي بتحصل في الاسابيع الاولى يعني. اتمنى يا رب ان يبقى زي ما النادي الاهلي بيشارك في افريقيا، زي ما الزمالك بيشارك في افريقيا، اي حد موجود في المنظومه الرياضيه اللي احنا فيها في الوقت الحالي لازم من باب الفضول حتى ان هو يتابع يعني، وخصوصا كله في مجاله يعني، لكن لما تسال السؤال ده على اكبر نادي في مصر واكبر نادي في القاره الافريقيه ويكون في جدل تحكيمي بالشكل ده وانا رئيس لجنه الحكام، فلما تسال اقول انا ما تابعتش المباراه، اعتقد ان دي حاجه مش لطيفه يعني. اكتر لحظه حد يطير ولا حاجه في الفرقه اكتر عشان حد يطير؟ لا الحمد لله على كل شيء يعني، خلينا بس نركز في طريقنا احنا وسكتنا، مشوار السنه اللي فاتت او طريقه السنه اللي فاتت ديت ما اعتقدش انها في صالحنا ابدا يعني، ولا هنتجر ليها لان احنا امورنا مستقره السنه دي بشكل كويس جدا السنه دي يعني، يعني ممكن يبقى في كلام في الهدف منه حاجات معينه يعني، ده مش في صالحنا، ولا نتجر لاسلوب خارج الملعب لان احنا الاقوى واحنا الاحسن واحنا الافضل، لكن في نفس الوقت محتاج التركيز، محتاج الشغل، محتاج العمل، محتاج الاجتهاد يعني. مبروك. شكرا. كابتن اسلام ده كان لقائنا مع طبعا مدير الكره الكوف الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي وضح لنا امور كثيره جدا تخص فريق النادي الاهلي. ثلاث نقاط غاليه، مليون مبروك كابتن اسلام لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. عوده ليك من جديد كابتن اسلام. اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. للي هو عايزه لغايه الدقيقه 81 زي ما بقول لك كان في ميس باس كتير قوي في نص الملعب كان بيخليك تفقد الكوره وتبدا من تاني وتبذل مجهود عشان تسترد الكره تاني، كان في بطء في التحول من الدفاع للهجوم لان انت الفرقه كده كده اول ما بتفقد الكره بتاعت حرس الحدود بترجع كلها زي ما قلنا ال10 لعيبه قدام ال18 عندهم، وانت مع البطء كمان الزياده وقافل لك الجناب، احنا ما شفناش اي هجمه بالذات في الشوط الاولاني من ناحيه الاطراف، كل اختراق من النص كان مصعب المهمة علينا. طبعا بحيي كابتن طارق طبعا يعني كان ممكن يوصل اللي هو عايزه من المباراة، واحنا قلنا الكلام ده ان هو بيلعب بتكتل دفاعي ويعتمد على الهجمات المرتدة، وطول ما هو مش داخل فيه اهداف فهو معاه نقطة، وممكن عن طريق هجمة مرتدة زي اللي كانت ممكن تحصل في اخر هجمتين في المباراة كان ممكن يعني كان سببه خطوره، وهنا بحيي برضو النادي الاهلي في حته التوازن، يعني يمكن في الماتش اللي فات كان في هجمتين خطر جدا على النادي الاهلي في ماتش وادي دجله، يعني الشناوي كان يعني عمل فيهم شغل كبير قوي، النهارده الحمد لله حتى الهجمتين المرتدتين كان الديفنس كان موجود ومتمركز صح، قدر ان هو يعني يقضي على الهجمتين. غير كده طبعا برضو عايزين ندي عذر للفرقه ككل ان هي طبعا مباريات متلاحقه
وفرق بسيط يعني بين المباراه والمباراه، ولسه عندك كمان النهارده الحد وهتلعب الاسماعيلي المباراه القادمه. فيعني الحمد لله طبعا على المكسب النهارده، واولا الاداء طبعا انا في وجهه نظري ما كانش يرقى للمباراه اللي قبل كده. ان شاء الله باذن الله في المباراه القادمه من الاسماعيلي، الاسماعيلي فرقه كبيره وهتهاجم النادي الاهلي، مفيش اعتقد مفيش فرقه في الدوري هتعمل التكتل للدفاع ده يا كابتن فتحي زي حرس الحدود، استحاله يعني. فبرضه دي من التجارب المهمه للجهاز الفني برضه واللعيبه. تمام كابتن فتحي، النهارده حرس الحدود الحقيقه ادى مباراه في حدود الامكانيات اللي بيلعب بيها دائما، او الطريقه اللي بيلعب بيها دائما الكابتن طارق العاشي. فايلر النهارده حضرتك شايفه حتى في تغييراته عمل ايه، او من وجهه نظرك يعني؟ هو النقطه ان هذا التكتل بيخلي منظر الفرقه اللي قدامك وحش. معلش يا كابتن قبل ما حضرتك تكمل كلامك، خلينا نروح لملعب المباراه والمدير الفني الكبير الكابتن طارق العشري مع زميلنا شريف شعبان. اتفضل يا شريف. من جديد بجدد التحيه لكابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، بعد فوز النادي الاهلي على فريق حرس حدود العنيد بهدف مقابل لا شيء مع المدير الفني طبعا الكبير كابتن طارق العشري. كابتن اسلام قبل الماتش قال لي مباراه بلغه الكره رخمه، والكابتن طارق العشري هيجي هيحاول ياخد نقطه، وكان كنت ممكن توصل لهدفك لولا عمرو السوليه التصويبه الرائعه اللي غير اتجاهه ودخلت جول. بس في المجمل ثلاث نقاط غاليه للنادي الاهلي، انت ماشي بشكل كويس في الدوري الممتاز وبتادي كوره كويسه، بس باستثناء النهارده اللي دفعت يعني وكنت عاوز تطلع ببونت. النادي الاهلي فريق كبير، وما اطلع منه ببونت طبعا احسن منه واطلع وانا خسران. طب اولا تحياتي ليك يا شريف، تحياتي للكابتن اسلام. كان اسلام عارف اسلوبنا اللي طبعا اتمرن معانا وعارف، بس احنا الفتره اللي جاب فيها اسلام كان عندنا مجموعه من اللاعبين على القدرات الهجوميه مش متواجده حاليا عندنا، فخلينا نقول ان بتلعب على ارض الواقع، لازم يكون منطقي. وامام النادي الاهلي طبعا فريق كبير مؤجج بالنجوم، والنهارده عشان تقفل يعني تصور انت الاسبوع اللي فات ده كله بعد مباراه اف سي مصر، عشان تقدر الولاد يصلوا لتركيز ذهني كبير جدا عشان تقفل على الاطراف. النادي الاهلي عنده محاور كتيره جدا في الناحيه الهجوميه بكوره وبدون كوره، فانت عشان تقفل بشكل كويس تنظيمي ومنظم على كل منافس لعيب النادي الاهلي محتاج منك مجهود كبير جدا. انا بحيي الولاد على المجهود اللي بذلوه، لان لولا التسديده زي ما انت قلت يا شريف بتاعت السوليه كنا ممكن نصل نقطه التعادل اللي احنا جينا من اجلها. في فرصتين اطيحت منها لتوني المباراه زي دي بالظبط كده، لو ما استثمرتش لو اخطات فهيضيع منك الماتش. ويمكن الفرصه الوحيده، لان احنا يعني صراحه الولاد بذلوا مجهود كبير جدا في قفل كل منافس النادي الاهلي للوصول لمرمى السعاده، يعني ما فيش فرص اعتقد واضح، وده نجاح ليهم يعني في الفتره. لكن محتاجين ان احنا نطور في الناحيه الهجوميه، خاصه لو انت بتلعب بالاسلوب ده محتاج انك تقوم بالمرتدات بشكل كويس، محتاج انك تسيطر على كورتك بشكل كويس، محتاج عندك لاعبين يستطيعوا ان هم يقتنصوا انصاف الفرص في التهديف. الاسلوب ده نجحنا فيه في الاسماعيلي، واستطعنا فرصه وحيده ناخدها ضربه جزاء مقصه بكورتين برضو، استطعنا ان احنا نتفوق فيها على المقصه. فلكن محتاجين ان احنا ندعم في الشكل ده بشكل كويس على الصعيد الهجومي محتاجين. لكن وما تنساش برضو انك بتلعب النادي الاهلي غير بتلعب الفرق الثانيه، ف غير يا كابتن الجميع عشان تفتح مع النادي الاهلي. حتى بعد ما جابوا الاهلي الهدف انا ما فتحتش يعني، انا دايما كنت دايما بدعم الشق الهجومي باثنين سترايكر، خلاص انا مغلوب فبحاول ان، لكن ما اقدرش افتح قدام النادي الاهلي عشان النادي الاهلي عنده عناصر كثيره جدا. يعني شاهدنا مباراه دجله الاخيره للنادي الاهلي الربع ساعة الأخيرة بعد ما فتح دجلة تلقى ثلاث أهداف في الربع ساعة الأخيرة، فأنت ما تقدرش تفتح، لازم تكون واقعي وبتلعب على قد حدودك وعلى قد قدراتك عشان تقدر تنجح. من الذكاء إنك تلعب على قد قدراتك، وفرصة وحيدة قد تصل بيك للثلاث نقاط. راضي عن أداء فريقك النهاردة؟ لا راضي، ومبروك النادي الأهلي، وأنا ببارك كمان للولاد عندنا بذلوا مجهود كبير، وشد على أيديهم لأن المباراة اللي جاية مباراة مهمة جدا جدا عند المقاولين، لابد إن احنا ناخد دافع من المباراة ديت. ان شاء الله باذن الله تعالى بقى نكسر حاله عدم
التوفيق على ملعبنا، لان احنا محتاجين ان احنا التوفيق ده يصاحبنا ان شاء الله باذن الله. التوفيق اللي جاي كله ليك باذن الله، واللي جاي افضل بحضرتك، وباذن الله فرقتك تقدم مستوى رائع وتقعد في دوري ممتاز بشكل ممتاز باذن الله. شكرا شريف، تحياتي ليك وللكابتن اسلام. شكرا يا كابتن. شكرا كابتن اسلام. ده كان لقاءنا مع مدير الفني الكبير طبعا الكابتن طارق العشري. عوده ليك من جديد كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، وشكرا طبعا للمدير الفني الكبير كابتن طارق العشري. كابتن فتحي حضرتك كنت بتتكلم على ما حدث في هذه المباراه. اللي حدث في هذه المباراه احنا قلنا ان الفرقه بتلعب بالتكتل. لو قسمنا مساحات الملعب في المنطقه ال 18 اللي هم يعني 18 ياردة، في ال 44 اللي هي عرض منطقه الجزاء، في موجود 9 لاعبين، هو كان لاعب واحد بس اللي قدام، 9 لاعبين وحارس المرمى يبعد 10، بالاضافه ل 5 من النادي الاهلي، يبقى عندك 15 واحد في هذه المنطقه. مظبوط. لابد ان هتلاقي ان التمريرات يحصل فيها اخطاء. ليه اخطاء؟ لان في غابه من السكان، في تكتل. بيضطر كمان احنا لجأنا عشان استعجال اللعب، لان طول ما بيمر الوقت فاحنا لعبتنا لعبه النادي الاهلي عايزه انها تسجل، عايزه تجيب جول، فاضطر تلعب الكره الطويله. صح. فاستعجالها في الكره الطويله دي مش لصالحنا. استعجال الكره الطويله، احنا بنلعب الكره في الرجل، الرجل في الرجل، او بنلعب في المساحه، مش ان انا العب الفكره ان انا العب كره طويله اقول للاعب بتاعي اجري، دي مش طريقه النادي الاهلي. يمكن ده عشان كده حسينا استعجال لعيبه النادي الاهلي والخوف على نتيجه المباراه وشكل المباراه والكره اللي بتيجي في العارضه مره في اثنين في ثلاثه بتخوف اللعيبه، بتديهم احساس داخلي ان الماتش ده ممكن يهرب مني. وفعلا يعني الحل الوحيد هو التسديد اللي احنا قلنا عليه، والحل الوحيد اللي هو التزام الخططي اللي قلنا عليه. وقبل المباراه سالتنا مين اللي ممكن يتغير، فاحنا ذكرنا اسماء، قلنا ده اللي ممكن يتغير وده اللي ممكن يتغير، ولو حد اصابه، يعني انا شايف ان تغيير محمد هاني لاصابه وحيد او احساسه بالم في المنطقه دي، فراح ناقل فتحي وحطت وحيد هنا، اذا ده زي ما احنا تفكرنا بالظبط. وبعدين حاولوا برضو يا جماعه تسالوا لنا زميلنا شريف شعبان على اصابه محمود وحيد، هل هو مصاب؟ لو في اصابه يقول لنا وليد اخباره ايه. وبعدين وليد ومروان محسن كان برضو للفكر ان هو عايز يخلي ان في فرود قدام، لما لقى ما فيش مساحات لازارو فلقى ازارو ملوش دور، وبالتالي هو مش لان ازارو وحش، ازارو ما لقاش مساحه، ازارو من النوع اللي هو عايز يجري في مساحه، ما لقاش المساحه خلاص هيبقى لعيب عادي. اذا يطلعه ونزل لعيب يقدر يلعب هيدرز كويس زي مروان محسن، يقدر يكون محطه، يقدر يمسك كوره، يقدر يصلح كده. فتغييراته اللي اتعملت فعلا تغييرات خططيه من اجل ان انا اسيطر على المباراه او ان انا اسجل هدف، مش بان انا بغير لغرض التغيير. وليد سليمان عشان ينزل يبقى قدام اجاييه، هيطلع قدام يبقى قدر يزود اثنين قدام يبقى موجود داخل المنطقه، غير يبقى عنده وليد، عنده الشحات في اليومين وفي في في المنطقه دي، فدي تديله ورمضان صبحي. وفعلا حتى اخر هجمه او الهدف اللي جه بدا برمضان صبحي، رمضان صبحي اللي راح ووصل للخط، ومن الخط بدات تتنقل واحده اثنين ثلاثه، والقدمون الخلف اللي هو عمرو السليه سدد وكانت الهدف، وده نتيجه المجتهدين. يعني الكابتن طارق بيقول احنا عاوزين ان احنا نوصل بنتيجه المباراه ان نوصل جاي عشان اتعادل، فجاي عشان اتعادل فرقته متكتله، وحتى ما يبينلكش ان فيها يعني كنا قاعدين مع يعني كابتن عادل وكابتن حشيش، الراجل بيمسك الكرة المفروض بقى هيبداوا هجمه، ما بيبداوش، هم برضو بيلعبوها طويله، دي طريقه اللعب، هو ده اسلوب لعب الكابتن طارق. فاذا ما بتلاقيه انت، عشان كده احنا كان كثافتنا العدديه كتير وكنا زحمه، الزحمه الكتير دي بتخلينا نفقد شيء من التركيز. ليه؟ لانك عندك اكتر من لاعب، فبتخلي اللاعب يفكر في اكتر في حاجه، فاضطر يمرر الكوره، يمررها متاخره شويه، متاخره شويه خلاص اتقطعت الكوره. فيطلع كلام الكابتن حشيش الصح ان في ميس باس او ايه تمريرات غلط، تمريرات غلط لان التمريره بتروح متاخره. صح. فلما متاخره لازم تتقطع، وتقطع ليه؟ لان في زحمه. فما تنتهيش هذه المباريات الا بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دي. تمام. كابتن عادل، تقييم المباراه دي ازاي؟ بمعنى ان انت بتلاعب فريق
دايما تحت الكره، يعني بيلعب في 30 يارده، وال 30 يارده زي ما الكابتن فتحي قال مجموعه كبيره جدا من السيقان، يعني اللاعبين موجودين سواء من لعيبتك او من اللاعبين الاخرين، وبالتالي تلعب الكره ناحيه اليمين بتلاقي 3 4 واقفين، تلعب الكره ناحيه الشمال بتلاقي 3 4 واقفين، كره من العمق طبعا في 100 الباقيين واقفين. انت ازاي كمدير فني تبص للموضوع ده وتلعب على ايه؟ ايوه خلال الفتره دي. خليني بس اتكلم على فرقه حرس الحدود وبدايه حرس الحدود وخصوصا هقطعه. هو كابتن اسلام كابتن عادل نفسه في هذه اللعبه لانه كان مركزه في المكان ده حله كان التسديد. يعني يقول لك حله التسديد او يرقص يخش ياخد ضربه جزاء، هو كان يعمل كده. فاللي ما شافهوش احنا بنحب نقول برضه يعني ابناء النادي الاهلي كان المشاكل دي عندنا زمان موجوده. بس كان حلولها ايه؟ هو حاسس بيها، مالكش غير تسديد او ترقص تخش تاخد ضربه جزاء. اكيد اكيد. كمل يا كابتن. يعني احنا عايزين نتكلم عن حرس الحدود في بدايته. حرس الحدود لما بدا يلعب في البدايه كان بيلعب بعمر الحلواني وخالد سامي والزنانير وعبد الله، وبيلعب مصطفى جمال كان بينزل خامس بنص الملعب. مظبوط. وكان ساعتها جريندو وفيليكس ومحمد شطر ونانا انتوي ولوكاس تحت الكوره دايما. فاول ما الكوره بتتقطع من النادي الاهلي هم معتمدين على لوكاس او انتوي ان هو يطلع والتاني يلعب الكره الطويله علشان يريح او يعمل محطه يجيب النادي الاهلي ورا تاني. النادي الاهلي قبل الشوط الاولاني يمكن في تغير اللي هو يمكن دي خدت وقت مننا كتير انا ما كنتش احبها، اللي هو رمضان صبحي وحسين الشحات تغيير مكانهم. يمكن رمضان صبحي لما راح الشوط الثاني ناحيه الشمال وعمرو وحسين الشحات لعب في ناحيه اليمين، العدله بتاعته اقدر اقول لك ان الهجمات كانت مكثفه لينا اكتر علشان توسيع الملعب. الفرقه لما بتكون سؤالك كابتن اسلام، الفرقه لما بتكون متكتله كده قدامك حل من الحلين، حل ان انت بتجيبهم لتحت وهم ما كانش بيجي معاك انك انت بتحضر مش هيطلعوا لقدام دول ابدا. فالافضل انك انت لما تقطع الكره لازم تعمل هجمه مرتده انت كمان سريعه علشان الوقفه بتاعتهم الدفاعيه، لانه انت لما بتتاخر بيقفوا بيعملوا الحلقه بتاعتهم بيعملوا، لان هي بتعتمد على مساحات الحته الدفاعيه. لما باجي اعمل دفاع منظم بعمله المساحات بتاعتي بتبقى امتار معينه، لو الفرقه الناجحه قوي زي الطليان مثلا ما كانوا بيعملوها الكاتناتشو دي كان بيتعمل 5 متر بين كل لعيب، اللعيب بيبقى سبورت للعيب الثاني والثالث. فهم حرس الحدود ادوها كده بالشكل ده. عيبنا احنا كانت البطء في الهجمه رقم واحد. الحاجه الثانيه عدله رمضان صبحي وعدله حسين الشحات ما كانش موجوده في الشوط الاولاني، يمكن خدت مننا وقت. لما خرجت وليد ازارو كان المفترض انك انت تبدا، يعني من وجهه نظر انك تبدا باجاييه مش وليد ازارو علشان الحته بتاعت التكتل الدفاع بتاعهم محتاج لعيب بيمسك الكوره، محتاج لعيب بيبقى محطه كويسه، محتاج لعيب يعني بمعنى الدارك للكوره ان هو بيعرف عنده مهاره، لانه انت لما بيبقى عنده مهاره يقدر ان هو ياخد بنالتي زي ما قلت يا كابتن، ان هو يقدر يعدي بواحده، ان هو ممكن يشوط زي السليه. وبعدين لما بيبقى في تكتل دفاعي انت المفترض انك انت ما بتزودش معاهم، ويمكن يا كابتن اسلام كنا بنتفرج على الماتش واتكلمنا مع بعض فيها الحته بتاعت انك انت مش بتحب دايما ان يكون في زحمه في حته 18. مش معنى انك تنزل مهاجمين كتير معنى ان انت تقدر تجيب جون، بالعكس انت في الحته الدفاعيه لما بتنزل مهاجم كتير مهاجمين اكتر من واحد هم عاوزين دي اصلا، هم اللي جاي من ورا بيبقى اخطر في الحته الهجوميه انك انت عاوز تكسر دفاع منظم زي دفاع حرس الحدود. السيناريو الثاني بتاع طارق العشري بداه من الدقيقه الكام؟ من الدقيقه ال 85 في التغييرات بتاعته. بدا يعمل ال ودي عادته دي على فكره عادل اللي هو في الدقيقه ال 85 نزل شرود احمد شرويده مكان جراندو ومحمد اسامه بدل فيليكس وابراهيم مكونيه بدل نانا انتوي علشان يعمل السيناريو الثاني. وانا يمكن اكتر من مره بتكلم على الانديه المصريه اللي بتلعب النادي الاهلي وده النادي الاهلي وعاده النادي الاهلي من زمان، كل الانديه عندها سيناريو واحد. السيناريو الثاني لصالح النادي الاهلي وده المهم. النادي الاهلي لما بيجيب جون الاول ممكن يكسب واحد ويكسب اثنين ويكسب ثلاثة علشان الفرقة الثانية بتعمل السيناريو الثاني بيعمل هجوم، يعني معناها انك في مساحات للملعب، معناها انك انت بتنفذ الناحية الهجومية بتاعتك المنتظم.
يمكن التغييره اللي كان فيها يمكن هو فايلر هو اللي ادرى بيها، اللي هي تغييره احمد فتحي لما راح ناحيه الشمال ومحمد هاني نزل. انا شفتها، هنشوف بقى هل محمود وحيد كان في حاجه يمكن قبلها على طول محمود وحيد اتخبط في دماغه، فهل ده قد يكون اصابه معرفش ولا هي تغيير فني؟ حتى انا في رايي حتى لو ما كانتش اصابه هو برضه خايف عليه، لان ما عندهوش دلوقتي الا يعني اللي جاهز دلوقتي هو محمود وحيد عشان المباراه اللي جايه قريبه ومعلول لسه. بس ممكن يكون اشوف لما بتتعمل بالطريقه دي، كان قصدي اشوفها هل الفكره انك تلعب 3 فلات علشان تطلع وتعمل حريه ناحيه اليمين اكتر بمحمد هاني، ولا لقيت ان احمد فتحي لعب في ناحيه الشمال لعب باربعه نفس الطريقه؟ يمكن فايلر هو اللي شايفه، يمكن هو اللي ادرى بالفرقه بتاعته، ولكن الثقه في لعيبه النادي الاهلي ان يقدروا يجيبوا جون كانت موجوده لاخر ثانيه، لان هو ده النادي الاهلي وعاده النادي الاهلي. احيانا دوريات كتير قوي كنا بنخلصها في الدقيقه 80 مش في الدقيقه 81، في النهايه 3 نقاط يعني في الدقيقه مش في ال 90، احنا كنا بنجيب الجوان في ال 90، بنجيب الجوان في الوقت الضايع كتير قوي. وده ناتج على الضغط القوي، يعني دائما يقول لك ان كتر الدق يفك اللحام، يعني انت مش هتفضل طول المباراه انك انت تفضل تدافع وما بتعملش السيناريو الثاني. المشكله في حته الدفاع بس ان الكره بتروح وتيجي عليك كتير فبتعمل مجهود اكتر، لكن انت لما بتعمل السيناريو الثاني في الحته الهجوميه حتى لو ما بتجيبش جون ولكن بتخف الضغط عن فرقتك. كلما الكره بتبقى الفرقه اللي بتدافع عندها في الحته الهجوميه بتقف بالكره اكتر من نص دقيقه في ملعب الفرقه الاخرى تديهم فرصه، بتعمل تنظيم كويس وبتعمل نفس كويس، ولكن خطأنا احنا ان احنا ما ضغطناش عليهم على طول، والهجمات والكره الثانيه كنا بناخدها بسرعه بنلعبها اسرع. يمكن النهارده حته الضغط على لعيبه النادي الاهلي في ال 30 يارده الاخيره لحرس الحدود ادت فعلا للمس باص اللي هو الباص الغلط، ادت فعلا لعدم التحرك الجيد من اللعيبه بتاع الفراوده. يمكن الشوط الاولاني وليد ازارو لو كان بيعمل العمق الهجومي بصوره كويسه والوقفه كانت بصوره كويسه اكتر من كوره كان ممكن يحطها بدماغه كان بيروح لها برجله، ولكن في الاخر انا زي ما قلت وده المهم الفرق الكبيره كده، ليفربول في الدوري الانجليزي في الوقت الحالي احيانا بيلعب مباراه ما بتبقاش جيده فنيا ولكن بيعرف يكسب ازاي، وده الميزه بتاعت النادي الاهلي. واعتقد يعني ان في اخر الدوري لما المدير الفني بيقيم الدوري بتاعه بيطلع اكتر من 5-6 مباريات ما كانش اداؤه فيها جيد، ولكن الافضل ان ياخد الثلاث نقاط. طيب هنكمل كلامنا عن هذه المباراه الصعبه جدا وفوز النادي الاهلي على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء وثلاثه نقاط تضعه على قمه الدوري في الدوري العام المصري في اسبوعه الثامن، ولكن خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان مع المدرب المساعد كابتن سامي قمصان وماذا قال عن هذه المباراه. اتفضل يا شريف. تحياتي لك يا كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. 3 نقاط غاليه بلغه الكوره، ماتش رخم بس الحمد لله 3 نقاط غاليه اعتلي الاهلي صداره الدوري، وباذن الله يكون هذه المباراه هي الانطلاقه للنادي الاهلي عشان نحصد الدوري. مع المدرب طبعا العام للنادي الاهلي كابتن سامي قمصان بنقول لك مليون مبروك. مباراه رخمه قوي 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 ويمكن متقفله واجواءها من قبل الماتش معروفة، يعني الماتشات اللي بتبقى دي رخمة، بس 3 نقاط غاليين بدعوا النادي الأهلي في المقدمة وبيخلوا الأهلي ياخد خطوة كبيرة قوي في الحفاظ على لقب الدوري. الحمد لله زي ما أنت قلت 3 نقاط مهمين جدا، ومباراة بلغة الكرة مباراة رخمة جدا يعني، لكن اللي أنت تحقق فيها المكسب وتحقق فيها الأداء دوت، وأعتقد إن كل شكر للعيبة كافحت واجتهدت، وأعتقد إن إحنا كنا يعني المباراة وان سايد جيم، أنت بتلعب مع كل احترام طبعا فرقة الحرس فرقة مميزة جدا وفرقه كابتن طارق من المدربين الكويسين جدا، لكن انت عارف اسلوبهم بيلعبوا على الكره الطويله ويلعبوا على الكره الثانيه. الحمد لله اللي احنا كنا مستحوذين طول المباراه، عندنا فرص اكتر، عندنا استحواذ اكتر، الفوز تاخر شويه لكن الحمد لله الحلول اللي الراجل اتكلم عليها بين الشوطين، اللي لازم يكون عندنا حلول في التصويب انك تشتغل على الكره العرضيه خصوصا بعد نزول مروان ووليد سليمان. فاعتقد الحمد لله زي ما انت قلت 3 نقاط مهمين جدا تخلينا ان شاء الله المركز الاول، وزي ما تقول انت ان شاء الله انطلاقه لينا، وان شاء الله سلسله من الانتصارات اللي احنا اللي سبق قبل كده ان شاء الله اللي جاي يبقى افضل باذن الله. الراجل طلب في قبل بدايه المباراه ان يبقى في تركات تتعمل، يعني الناس تنزل والناس تطلع، ويعني مش هقولها يعني بس ما اتنفذتش. بين الشوطين على طول بدا يغير وبدا يعمل تبديلات قلبت المباراه.
بص انت بتلعب خصم يعني وارد جدا ان انت تكون بتعمل حاجه وبعد كده تلاقيها مقفوله فتغير في حاجه تانية، ممكن اللعيبه يعني ظروف الماتش نفسها ما تقدرش تستوعب الموضوع دوت، مجريات المباراه نفسها نفس القصه يعني. لكن اعتقد الحمد لله تغييرات كانت نتيجه، شكل الفرقه بقى افضل الحمد لله، الحلول بقى اسرع، اللعب بقى اسرع، فاعتقد الحمد لله. برضو انت بتتكلم في كل ثلاث مباريات، كل ثلاث ايام مباراه، ودي حاجه صعبه جدا على اللعيبه اللي انت بتلعب تحت ضغط مهمه جدا، اللي انت تكسب تواصل انتصارات تحقق المركز الاول، كل الفرق بتقاتل قدامك قدام النادي الاهلي، فاعتقد كل الامور ديت يعني تحسب للعيبه طبعا وللجهاز طبعا، وان شاء الله اللي جاي احسن دايما يعني ان شاء الله. الواحد بيامل مباراة يوم الخميس الاسماعيلي مباراة قوية جدا، ما تستعدوا لها من بكرة من غير اجازات. انت عارف ما زي ما قلت لك من شوية ان كل ثلاث ايام يعني ما بتلحقش حتى تعمل استشفاء من اللعيبة، يعني عندك تمرين الصبح عشان تقدر تجهز لمباراة الاسماعيلي، مباراة من مباراة القمة برضو اللي بالنسبة لنا. لكن ان شاء الله احنا عندنا ثقة كبيرة في اللعيبة ان شاء الله لا تواصل وتكافح اكتر، وان شاء الله يكون ان شاء الله الفوز من نصيبنا ان شاء الله باذن الله، يكون الثلاث نقاط دول هم الانطلاقة بتاعة الحفاظ على اللقب باذن الله. هو كل المباراة كل المباراة مهمة يعني، لكن ان شاء الله احنا بناخدها واحدة واحدة ان شاء الله، المباراة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله. مبروك. شكرا شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع مدرب طبعا النادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. يمكن مباراه بلغه الكوره مباراه رخمه، وانت زي ما قلت كابتن اسلام قبل المباراه ما بتبدا مباراه بلغه الكوره مباراه رخمه، بس الحمد لله يمكن من اصعب ثلاث نقاط للنادي الاهلي. يمكن معلومه كابتن اسلام حدش يعرفها، ان عمرو السوليه محرز الهدف يمكن كان درجه حرارته بالامس يمكن 39، يمكن الراجل تحامل ولعب وما شاء الله النهارده يمكن احرز هدف الفوز، هدف بثلاث نقاط، يعني بقول له الف مليون سلامه وباذن الله يكون القادم افضل للنادي الاهلي باذن الله. مباراه يوم الخميس باذن الله يكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. خليني اقول لك كابتن اسلام، استاد القاهره زي ما قلت لك من قبل اللقاء ان الاستاد روعه، ملعب كل حاجه، بس في ملحوظه بس عشان الناس بتشتكي كتيره، واجبنا لازم نقول يمكن منوار الصحافه والاعلاميين كلهم، يمكن ما فيش مكان، ما فيش اي حد يعمل يبيع منتجات خفيفه، مشروبات، ما فيش اي حاجه، فبنناشد طبعا المسؤولين في الاستاد نظره لهذه الجزئيه الهامه جدا، لان طبعا يعني الجو استاد عالمي زي دوت ما ينفعش يبقاش فيه كافيتيريا بمعنى اصح. كابتن اسلام، دي كانت لقاءاتنا اول لقاءنا مع كابتن سامي، عوده ليك من جديد، اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. كابتن حشيش، يعني كلام معقول حقيقه ومنطقي ان الكابتن سامي قمصان، ولكن النهارده الاهلي خلال الفتره القادمه هيواجه كثير بهذا الشكل، منها ممكن جدا البطولات في البطوله الافريقيه، وهي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هي الحلم الان ان احنا صحيح نكمل مسيرتنا في البطوله الافريقيه وناخد هذه البطوله، وبالتالي التغلب على الشكل اللي احنا شفناه امام حرس الحدود خلال فتره. الكابتن عادل قال تسديد، خلاص طيب التسديد ما بيجيش، الدنيا واقفه، الدنيا مقفوله، ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ بص، هي النهارده تجربه مفيده للنادي الاهلي في حته التكتل، يعني زي بقول لك انا مش هيصادف فرقه ثانيه تعمل التكتل الدفاعي الكبير ده. اللي انا عايز اقوله ان لازم انت عشان تطلع اللعيبه دي من التكتل الدفاعي بتاعها ما ينفعش هتلعب مع الاطراف، لان الاطراف كده كده زحمه، فانت فعلا هو التسديد، هنرجع للتسديد تاني، ان انت بتسدد زي الجون اللي جه لما انت تسدد مره واثنين وثلاثه، اللعيبه اللي جوه الصندوق دي لازم هتطلع بره تقابل اللي بيشوط، فهو ده الحل الوحيد. تاني حاجه انا في رايي ان انت ما تنزلش مهاجم تاني، لا انت لازم تنزل واحد صاحب مهاره انه لازم يخش واحد على واحد حضرتك عشان يعمل الخلخله. هو الاجاهي مثلا مش ممكن يعتبر مش مهاجم، تمام، يعني انا اقصد ان لا، انت لما يبقى عندك مروان او وليد ازارو فانت بتلعب بمهاجم صريح، تمام، واضح، لكن اجاهي كده كده حتى لما بيلعب بشكل احنا بنسميه المهاجم مش محسوس المزيف مش باين، مش باين الشادو وبالتالي فانت ممكن تكون بتلعب باثنين مهاجمين، ولكن هم في النهايه مش اثنين مهاجمين، تمام. عشان كده احنا زي ما بقول لك ان لازم حد يعمل فارق واحد على واحد ويعمل خلخله في الدفاع، عشان كده لما وليد سليمان ابتدى ينزل في الحته قدام ال 18 ويمسك كوره ويرقص ويلعب، ابتدت يعني تحس بملامح خطوره على فرقه الحرس. كذلك برضو لما يكون في تكتل دفاعي وخصوصا في ال 30 يارده الاخرانيين، اللمسه الواحده دي صعبه شويه، يعني صعبه كابتن فتحي ان هي تلعب لمسه واحده في وسط التكتلات والمساحات الضيقه دي، ان انت تتقن اللمسه الواحده دي صعبه. معلش يا كابتن، احنا بنتكلم برضو اللعبه دي، لان اللعبه دي الحقيقه كان ممكن جدا، لا اللعبه اللي فاتت يا سمير لو سمحت لو تقدر تجيبها لنا بتاعت عمرو السوليه، اللعبه دي
تمريرة رائعة الحقيقة من عمرو السولية، هدف لو كان جه كان غير من شكل ومجرى كتير. تمام طبعا. دي من أحسن كور اللي اتلعبت طبعا للشوط الأولاني، فيها كمان جملة مركبة يعني وهي بس كانت عايزة حنية شوية من أجاي، مش عايزة، هو لازم طبعا ما ينفعش يحطها بطن رجله وكان لازم يلحقها بوز الجزمة، بس كانت عايزة حنية أكتر من كده يعني، برضو يكون عنده السنس في الحتة دي. لكن هي لعبة جميلة الحقيقة. طبعا برغم ان فيه هم الثلاثه فوسط مثلا حوالي خمسه او سته، شوف كم واحد فوسطين، خمسه او سته من حرس الحدود، دي كان ممكن برضو تغير شكل الماتش اللي كان في الشوط الاولاني فيه اول ربع ساعه او ثلث ساعه، فكان ممكن لو جه منها هدف، واحنا قلنا برضو في قبل المباراه ان مفتاح الماتش ده كان ممكن يبقى هدف في البدايه يفتح التكتل، لان مش معقوله كابتن طارق هيبقى خسرنا 1-0 من البدايه ونفس التكتل، كان على الاقل بس الناس هتبتدي تتحرك. هو لما اتسال النهارده قال لك انا يعني كده كده ما كنتش هفتح يعني. هو زي ما هو احنا توقعنا وقلنا ان هو جاي عايز البونت، فبيلعب كل ما الوقت بيعدي هو مكسب كبير ليه، ودي طريقته العاديه مع حتى الفرق زي ما قلنا حتى المتوسطه، فما بالك مع النادي الاهلي بلاعب البطل وعارف ان هيبقى في ضغط كبير وفي سرعات وفي اجناب وفي اختراق من النص، فلازم كان يقفل الحته اللي ورا دي، وهو بصراحه قدر لحد كبير ان هو ينجح في الطريقه دي يعني. تمام. كابتن فتحي النهارده دور احمد فتحي ومحمود وحيد كان دور مهم جدا، ولكن كنا محتاجين مثلا عرضيات اكتر من كده ولا ايه رايك؟ ما اصل العرضيات انت بتلعبها في وسط كتل هي برضه نفس الحكايه، ما بتتلعب العرضيات بتتقطع العرضيات لانهم متكتلين، مفيش فراغات ان الناس تقدر تخترق انها يعني تخترق انك تسجل اهداف. هنا الاسلوب ده دلوقتي فايرال لعب الفتره دي كلها، جربنا كل طرق اللعب اللي بتلعب ضد فرق قدامك، في طريقه لعب التكتل زي كابتن طارق، في زي دجله فرقه بتلعبك في لعب مفتوح بتلعب تلعب عليك ضغط عادي انك بتلعب، في كل فرقه وكل مدرب له فكره وكل مدرب له طريقه لعبه بناء على امكانيات لعبته. انا عندي امكانيات لعبتي غير امكانيات لعب اي فرقه، فاذا في طرق كتير اخترت اخر طريقه اللي هي طريقه كابتن طارق اللي هي الزون ديفنس او التكتل الدفاعي. التكتل مش تكتل، مش ان انا بلعب بطريقه دفاعيه، انا بلعب بتكتل دفاعي، لو تجيب اي هجمه من الهجمات هتلاقي عدد كبير من لعيبه الحرس قدام المرمى، اذا دي برضو طريقه جديده لمدربها ان هو يعرف ازاي حلولها، وحلولها احنا قلنا سهله، معروفه سهله وبنقولها سهله وتقالت قبل كده، ما عندكش غير التسديد او مهاره لاعب يعني مين زي قفشه رقص وخش جوه ال 18 ما تبصيش، وليد سليمان رقص وخش، كان زمان وليد صلاح الدين يعملها ياخد ضربات جزاء كتير بيها يعني كتير كان بيعمل كده زمان قوي كان مثلا كابتن فاروق جعفر لما كان بيلعب كان عنده دي، يلاقي فرقه متكتله ياخد الكوره ويخش. صحيح. يعني دي حلول، انا بدي امثله على اساس ان احنا حل التكتل ملوش غير الكور العرضيه بس هيجي لك في تكتل، يبقى ما عنديش غير التسديد وما عنديش غير ان انا المراوغه لمهارات لعيبه متميزه، وانا عندي اللعيبه المتميزه، عندي وليد وعندي قفشه وعندي حسين الشحات وعندي رمضان صبحي وجايه، كل دول بس مش من الجنب، ياخدوا ويروحوا على المنطقه، يعني رقص وخش هياخد لازم هياخد ضربات جزاء. طيب خليني اقول لحضراتكم ماذا قال رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي بعد نهاية هذه المباراة، قال إن هو سعيد جدا بالثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات خلال هذه الفترة مع الفريق. أربع نقاط هامة جدا اتكلم فيهم رينيه فايلر، أولها إن هو غير محمود وحيد بسبب معاناته من ضغوط بدنية رهيبة وتعرضه لإصابة في الرأس وفضل إراحته، ده الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن حشيش. الحاجة الثانية قال إن المباراة النهاردة أسوأ ما فيها وسوء الحظ وضياع الفرص. أيضا طالب اللاعبين ما بين شوطي المباراة، ده طبعا على لسان رينيه فايلر، بإن هم بالتسديد زي ما الاستوديو التحليلي اتكلم وقاله الكابتن فتحي، قال ان على التسديد وايجاد حلول اخرى غير المراوغه، يعني ما تلعبوش بشكل فردي ولكن سددوا على المرمى كتير ولعبوا من على الاطراف. وعندما سئل عن التغيير في التشكيل بوليد ازار ووليد سليمان، قال ان هو دائما ما يغير في التشكيل الفريق لمباغته
المنافسين. دي الاربع نقط الهامه جدا اللي اتكلم فيهم ريني فايلر قبل او بعد نهايه مباراه الاهلي وحرس الحدود وفوزه بثلاثه نقاط غالية. اه كلام طبعا مهم جدا، هو شايف فرقته، شايف انه الفرق اللي هتيجي تدافع. بس انا في سؤال عاوز اقوله، هل احنا كنادي اهلي مش عارفين ان كل الفرق هتيجي تلعبك زونتفيلز؟ احنا عارفين دي تماما. هي الحل الوحيد انك انت تغير السيناريو من البدايه، اللي هو مهاجمينك يستغلوا اول فرصه ليهم او التانية على الاقل. مش هنزل العب يعني، ما ده المهاجمين ده توفيق وعدم توفيق بقى. لا انا بتكلم في الحته الضغط الامامي، بمعنى طول الوقت انك انت في بدايه المباريات دائما تنزل على انك تخلي الفرقه الاخرى تغير السيناريو بتاعها. أوكي. اللي هو انت بتلخبطهم بحته الهدف. اي نعم، ممكن نقول ان 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 دي بتيجي بعمل جدي واقوى، انك انت في لعيبه بتضيع اهداف، يعني اجي الهدف اللي ضيعه ده وليد ازارو اكتر من كره، لو كان ال 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 الهدف كان جه بدري كان اتغير التكتيك بتاع الفرقه الاخرى. ولكن لما طول ما انت ماشي تنظيم المباراه بتاع النادي الاهلي زي ما انت بتنظم مباراتك دفاعيه، زي طارق العشري بيلعب على دقائق معينه، اول ثلث ساعه يضيق المساحات وبعدين يعمل هجمه وبعدين يرجع. برضو النادي الاهلي المفترض ان هو بيقسم المباراه بس، ولكن الضغط بتاعنا بيبقى اكتر. يبقى احنا نتكلم في ايه؟ ان الفرق هتيجي تلعبك كلها مدافعين. ويمكن احنا اتكلمنا في نقطه، هل المباراه دي ممكن تاثر على النادي الاهلي في الايام القادمه؟ اقدر اقول لك ان اي مدرب هيلاعب النادي الاهلي يقول لك اعمل تنظيم دفاع واخنقهم في الحته اللي ورا، عشان ان احنا النهارده الجون بتاعنا اتاخر وجبنا الجون في وقت متاخر. ولكن ده برضو لو زي ما حضرتك قلت، حضرتك اللي قلت الحل، يعني لو ما هو ده بدري الحل. ما هو لو جه جون بدري هعمل ايه انا كمدير فني اخر؟ يعني هو الفرق الاخرى ما عندهاش السيناريو الثاني بتاع النادي الاهلي. لا، هو الميزه ان انت المباراه اللي قادمه هتلاعب فريق كبير، نادي الاسماعيلي فريق بالزبط. كبير هيبقى في مساحات وهيهاجمك مكان لما بيلعب ما بيلعبش. طبعا هي بقى المشكله في ايه؟ انت عارف احنا بنحب التجربه. ممكن لما بيجي المدرب بيتفرج على النادي الاهلي، اكيد هو خلص من مباراته الاسبوع ده فهيتفرج على النادي الاهلي هيلاعبه الاسبوع الجاي، فيلاقي ان في نجاح معين في طريقه حرس الحدود. ممكن النادي الاسماعيلي يستغنى عن كورته اللي هي الهجوميه في وقت من الاوقات. في وقت من الاوقات يستغنى عن كورته الهجوميه، اقول لك يمكن اخره النادي الاهلي بالشكل ده. ولكن هو لازم يعرف جيدا اي فرقه بتلعبك انك انت لو اكيد المهاجمين مش هيهدروا اي فرصه، ممكن الفرصه تيجي الاولانيه. هل هو عنده اللعيبه اللي هتقدر تنفذ له؟ ما دي تفرق مشكلة. كمان يعني المدرب، في مدرب له فلسفه، فهو حافظ كل مفاتيح وطرق اللعب بتاع التكتل دي معروفه عن الكابتن طارق العشري من سنين. بالظبط، وده اللي انا عايزه. فاذا هو كمدرب عارف يوصلها للعيبته، يمكن المدرب الثاني عارف ان التكتل ده بس ما يعرفش يعمله لعيبته مهما كان عنده لعيب. ولكن في نقطه يمكن طارق العشري اتكلم مع كابتن اسلام فيها، قال له انتوا كانوا نوعيه، وكابتن اسلام اتمرن معاه وشافه. الفتره اللي كان حرس الحدود فيها نوعيه اللعيبه زي ما قلنا قبل نوعيه اللعيبه. في فرقه بتعرف تعمل التكتل الدفاع، ولكن بتعمل ايه ما بعد الدفاع؟ الهجوم اللي هو كان عندهم دلوقتي ما عندهمش. هو بيعمل ايه؟ هي دلوقتي بنقص الحدود عشان بس احنا بالنسبه للحرس. هي فلسفه الكره دلوقتي المهمه في انك وانت بتهاجم بتدافع ازاي، وانت بتدافع بتهاجم ازاي. ما ينفعش وانت بتدافع ما تهاجمش كويس. ما بعد الدفاع لانه الكره خدتها. لانه الوقت طول الوقت وانت بتدافع هتغلط، اكيد هيبقى في غلط. يعني النهارده مثلا عمرو السوليه جاي فاضي وهم بيعملوا تكتل، جاي الكره مردوده من جوه ال 18، يعني معناها ان كل لعيبه حرس الحدود مصممه على حته ال 18. طب فين الراجل اللي بعد الكره الثانيه بيبقى على ال 18 عشان يقطعها بسرعه عشان يرجع يجيبها؟ هي دي المشاكل بتاعت الناحيه الدفاعيه البحته اللي هي اتعملت النهارده. ولكن النادي الاهلي النهارده في نجاح كبير جدا في حاجه واحده انا من وجهه نظري شفتها، اللي هو اللعب من لمسه واحده. يمكن النهارده رمضان صبحي من الميزه اللي فيه كانت النهارده، رغم ان رمضان صبحي ما كانش رمضان صبحي بتاع المباراه اللي قبل كده، علشان هم منطقي خلي بالك اتفرجوا عليه. لا ومنطقي ان انت تلعب على رمضان بيلعب عليه، يعني كان واحد بيلعب واحد وراك قافل له كمان الجنب خالص. ما هو قافل باثنين وثلاثه. عدم الثبات والحركه الكتيره اللي كانت في الحته الهجوميه للرباعي بتاعنا الهجومي، فالدنيا بتقفل اكتر. انت لو كان في ثبات وفي فتح ملعب للاخر خالص، يعني
مكان بس ده احنا كنا شايفينه. لا كابتن بس ده كنا احنا شايفينه يعني. انا كنت شايف خلينا نتكلم على الشوط الاولاني مثلا ولو جبت لنا لقطات فيه، لا كان حسين واقف على الخط ورمضان واقف على الخط. يعني سوري العكس، كان حسين واقف على الخط الشمال ورمضان واقف على الخط اليمين، فانت فاتح الملعب خالص. نعم. وما بعد دي، وما بعد ده هي المهمه بقى. ما بعد دي انت ليه بتفتح الاثنين؟ علشان افتح معاهم اللعيبه، علشان يجي لك حد، تبعد المدافعين عن بعضهم، وعلشان يجي لك حد، يجي حد من المساحه من ورا يقدر هو نص الملعب يقدر يكمل في نص الملعب. النهارده شفنا قفشه لما دخل جوه ال 18 كان في فضا، ولكن عدم التمركز كتير والزهق اللي هو ايه، اللعيبه كانت ابطا بره، ولكن الكره لما بتجيلهمش بيغيروا. شفنا اكتر من مره بيسيبوا مكانهم وبيغيروا. يعني معلش يا كابتن واحنا بنتفرج دلوقتي، لا هات اللقطه اللي فاتت لو سمحت يا سمير. اللقطه اللي فاتت يعني بص حضرتك هتلاقي ايه، لا قبل التغيير اللقطه دي تمام. بص بس اقف ثانيه واحده سمير ينفع. بص اللي على اليمين خالص ده هناك عند عند المساعد الناحيه دي عندك، كمل بقى اللعبه هتلاقي رمضان ثالث اهو دخل ثالث، والناحيه دي محمود وحيد فاتح. وبالتالي انت لا فاتح الملعب، ولكن هو حرس الحدود. خلي بال حضرتك وهو بيلعب، بس انا يعني طريقه اللعب دي انا يعني لعبتها كتير. فهو كابتن طارق دايما بيعمل ايه؟ بيلعب الباك رايت قدامه زي الهاف رايت او الوينج رايت، وبيخلي راس حربه كمان ينزل في ناحيه الكوره، لا يميل على الكوره. فانت بتبقى 2 على 3 دايما. طب 2 على 3 غير اللي وراك السرد، ايوه تمام. الدفاع اللي وراك بيبقى مايل ناحيه، بيبقى مايل ناحيه الكوره تمام. يبقى احنا هنا الهدف من الفتح اللعبي ايه؟ ان انا فتح، لا انك ما تنهيش اللعبه من ناحيه اليمين. طالما بتبدا بيها من ناحيه اليمين تفنشها في ناحيه الشمال. ليه؟ علشان حته التكتل لما يبقى هم زي ما انت قلت يا كابتن اسلام، سرد باك والليبرو مثلا بيميلوا، والباك رايت والهاف ليفت بيبقى موجود، والراس حربه بيبقى نازل، والديفندر بيبقى 5 تمام. النهارده معلق المباراه قالها انا لو غيرتها، ما هو قال لك حاجه كويس زي الهاند بول يا كابتن، الكره بتبقى ماشيه كده بيروحوا معاها كده بلوك. وخلي بالك هو بيلعب في 30 يارد، ما هي دي النقطه اللي انا عايز اوضحها. ما بيلعبش في الملعب، ان هو ما بيلعبش في الملعب كله. لو بيلعب في الملعب كله ما يقدرش، ما يقدرش يعمل كده. لكن هو بيلعب في ايه؟ من اول ال 18 لقبل الدايره بتاعه النص. صح. طب ما انا وبالتالي هم دول 30 صح 30 يارده تقريبا. 30 يارده دول انا لو الاربعه حركهم كده وحركهم كده بدليل حاجه، عارف بدليل حاجه اسلام، خلي بالك هو كابتن طارق وهو بيلعب بيعتمد دايما على الكلام من جوه الملعب، من اللعيبه اللي جوه الكبير، اللعيب الكبير اللي في الملعب يقول له اتحرك اتحرك اتحرك، وواقف على الخط على طول عشان دي. بس في حاجه كابتن مش عايز اقولها مهمه قوي. تمام. انت لما بتيجي تغيرها على مرتين غير ممكن ارجع، لكن انا بتكلم في ايه؟ وانت بتباصي دي تمرين، انت وانت بتباصي الناحيه دي انت بتعملها عينك على العكسيه، الناحيه الثانيه العكسيه مش هيقدر يعمل التبديله، ولا مش هيلحق، تقصد يعني مش هيقدر يجي. ممكن انت بتبدا الهجمه من ناحيه اليمين عشان تفنشها ناحيه الشمال. اي تكتل دفاعي لما تيجي تضربه في ال 30 يارده الاخيره لازم تضربه. لا بس خليك والنبي ثانيه واحده كده، ارجع تاني معلش ارجع تاني. لا اللقطه اللي فاتت دي انا عايزين نعد كام لاعب، كمل كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 كملها كملها سمير كده لغايه دلوقتي اللي جوه دول 7 اهو، 7 8 9 ورجع 10 جاي اهو 10 في ال 18 بس بقى. خليك واقف كده زي ما انت بس. لا لا بس بس الفرقه كلها بس انا عايزك تفضل واقف كده وجول يبقى كام؟ بص يا كابتن 10 الفرقه كلها على 10 5 6 7 8 9 10 وحارس المرمى 11 الفرقه كلها في ال 18 والجون جه مش في خط ال 18 ده في ده جوه ده بين ال 6 يارده والخط 18 الراس الحربه واقف على الخط. وايه بقى الخطا فيها اللي جت جون ليه؟ اللي احنا اتكلمنا لا تسديد. اللي احنا اتكلمنا تسديد هي الكره الثانيه حضراتكم قلتوا صح الكره الثانيه اللي هو ايه؟ انت انت حاطط 10 لعيبه جوه وما بعد الكوره، ما بعد الكوره ممكن ما بعد اطلعها ارجعها علشان اسدد. لكن انت بتحط 10 لعيبه على 5 لعيبه، كل واحد كل 2 على 1 والناحيه الثانيه، طب ما في فرقه ثانيه بيلعب زي تنس طاوله زي الفولي. يعني بلعبها بتردها لي، هم بيلعبوا كده. يعني هم زي الفولي انه بيلعب ما يهموش هو بيلعبها لمين، عشان ما عندوش السيناريو هو عارف انها هترجع له. لا انها ترجع له يا كابتن فتحي. كره لا صح انت كلامك مظبوط يا كابتن عادل. انا وصلني الاهداف عموما الاهداف اهو. بص 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 يا كابتن، بص يا كابتن بس 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 الفرقه كلها، بص الفرقه كلها واقفه وبتحرك في دي 8 يارده او 9 يارده. طب انا عايز اشوف حاجه من 6 ل 18 انت عارف كان في نقطه
في 10 من الفرقه او 9 في جوه ال 18 من الفرقه الثانيه وسبعه كمان من عندنا. انت بتتكلم على 17 لعيب في ال 18. حاجه ثانيه يا كابتن عادل، يعني بعد اي اهداف بتيجي نتيجه اخطاء مدافعين طبعا، واي اخطاء مدافعين بتيجي نتيجه مهاره لاعبين. يعني انا مهارتي انا كفرقه النادي الاهلي وقدرتي ان انا على كفاءتك اخليك تغلط، فمهارتي انا فمهارتي في ايه؟ ممكن في المراوغه دي مهاره، التسديد ما هو الا مهاره، الاوفر والعب بدماغي ده مهاره، الكوره اللي جت في العارضه دي كلها مهاره. يبقى الاخطاء اللي انت بترتكبها مش انت مش عايز تغلط، بس انا اللي بغلطك بمهارتي بامكانياتي بادائي في الملعب بتحركاتي كل ده. فرق اللاعبين لاعيبه النادي الاهلي وفرق لاعيبه حرس الحدود بتخلي مهاره اللاعب ده المحاوره والنقاش بينهم بيخليه ده اعلى، بدليل الجول اللي جه نتيجه ايه؟ مهاره تسديد وخطا، وهم من خطا منهم لازم خطا، مفيش جول يجي من غير خطا. ما هو اللي انا يا كابتن بقوله ايه؟ ساعات لما بتعمل التكتل الدفاعي الفرقه اللي بتعمل الهجوم بتساعد التكتل الدفاعي في البطء الباص. انا بتكلم على الباص السريع، انت علشان تضرب تكتل في 30 يارد اخيره انت بتتكلم على كل مكان بيبقى فيه زياده عدديه للفرقه المدافعه صح؟ بالفرقتين حتى لا يعني لا الفرقه المدافعه اه الفرقه بتاع المدافعه طبعا لو ال 10 واقفين لو العدد متساوي هم مغطيين مساحه 18 كلها. لو العدد متساوي معاك في المنطقه دي لو العدد متساوي يبقى انت مش هتغير الناحيه الثانيه، لكن انا بتكلم طالما هم عندهم زياده عدديه هنا يبقى انا لو بدات من اليمين لازم افنش من الشمال صح كده، لو بدات من الشمال لازم انهي في اليمين والسرعه وليس بالبطء، لان تغير التغير السرعة من مكان لمكان التغير من مكان لمكان الزمن فيه لو انت عملت أسرع. الباص واحد اتنين انا ممكن ارجع العشر يردات، فانا عامل ايه واحد من غير الباص واحدة الناحية التانية عقبال لما بيجوا هم الناحية دي انت ممكن ترجعها تاني تبقى مفيش مان تو مان. التسعة اللي واقفين جوه ال 18 لو شفتهم كويس هتلاقي ولا واحد فيهم ماسك لا 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 هو منطقة منطقة. طيب كابتن حشيش هل يستحق النادي الاهلي الفوز النهاردة؟ طبعا، لانه طبعا حاول من اول المباراه كان عنده سوء توفيق في كورتين الحقيقه في العارضه، كان ممكن الكره بالتحديد الاولانيه بتاع اجاي كان ممكن تغير مسار الماتش، وكان ممكن يعني تبقى يعني في نوع من السهوله شويه لان هيبقى في مساحات. انما انا عايز اقول بس نقطه اخيره بالنسبه لي انا التجربه المفيده النهارده في موضوع التكتل الدفاعي ده ممكن تدي للجهاز الفني بتاع النادي الاهلي مؤشرات ان برضو التشكيل من البداية كان ممكن لو الماتش ده اتلعب بعد كده في بعض التعديل في مراكز معينة وأهمها رأس الحربة اللي هو لو هنقول وليد أزارو، الماتش ده ما كانش بتاع وليد أزارو لأن ما كانش فيه مساحات على الأجنبي إن هو يتحرك. لو اتفرجت قبل كده على حرس الحدود هتعرف إن النهاردة مباراة وليد أزارو إن كل أو نقاط الضعف اللي حرس الحدود دخل فيه 6 أهداف، أربع أهداف منهم حتى شرحناها كان ضد مين؟ كان ضد كل الفرق الفرق مش النادي الاهلي، وادي دجله والمقصه والمصري ما كانش بيلعب بالشكل ده قدام الفرق الثانيه. بيلعب بالشكل ده كابتن طارق دايما، ما انا بقول له ده اللي انا عايز اوصله، انا ما هو ان هو دايما بيلعب بطريقه ان هو بيلعب في 30 يارده مهما كانت الامور تمام، بمعنى ان هو بيخلي لعيبته كلها وبيفضي حته كبيره، وده كان حاصل النهارده، ولكن تركيز اللعيبه كان اعلى، تركيز لعيبه حرس الحدود بالزبط. كان اعلى من لما يعني انا مش قصدي حاجه، ولكن لما تلعب الاهلي طبعا غير لما تلعب بقيه الحماس والقوه وكانوا التركيز ده مخليهم مقفلين المساحات اكتر طبعا طبعا يعني احنا كنا بنعمل كده برضه ايوه طبعا انا كله بيعمل كده، كنت بلعب ضد النادي الاهلي كان دايما الجيل بتزوده عشان عموما الف مبروك للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، مبروك يا كابتن اسلام، الله يخليك يا كابتن فتحي، مبروك يا كابتن عادل، والمهم الثلاث نقاط والصداره يا رب ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، مبروك ودايما في انتصارات ان شاء الله. شكرا جزيلا لنجومنا الكبار. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل دكتور احمد ثابت، من هو نجم هذه المباراه من وجهه نظر ولا دكتور احمد ولا انا من وجهه نظر الارقام، بعد الفاصل احمد ثابت.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات ومن هو نجم المباراه في مباراه حرس الحدود والنادي الاهلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله مبروك. تمام. الله يبارك في حضرتك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني بالتاكيد. دي افضل بدايه للنادي الاهلي من موسم 2005 2006، اللي انت تحقق 6 فوز على التوالي من سنه، من موسم 2005 2006 النادي الاهلي ما حققش 6 انتصارات متتاليه في اول 6 مباريات بالدوري. تاكيد يعني في عمل كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبه ومن مجلس الاداره الموسم ده في الدوري. مباراه النهارده يمكن النادي الاهلي تفوق في كل شيء تحديدا على المستوى التكتيكي، على المستوى الاستحواذ، على مستوى التمريرات. استحواذ كام في الميه؟ الاستحواذ النهارده بتاع النادي الاهلي 66% مقابل حرس الحدود 34%. المحاولات على المرمى مش عارف، انا ممكن شايف ان هو اكتر يعني من 66 كمان. يعني لا ما اعرفش 66 34، ولكن ماشي. والمحاولات بتاعه النادي الاهلي 17 محاوله منهم 6 صح، حرس الحدود 4 محاولات بس منهم واحده بس صح. كمان النادي الاهلي عمل كالعاده، النادي الاهلي بيوصل ل 500 تمريره مع فايلر اسلوب لعب الاستحواذ. عدد التمريرات بتاع النادي الاهلي 553 تمريره مقابل 102 تمريره لحرس الحدود، يعني النادي الاهلي عمل اكتر من 5 اضعاف عدد تمريرات حرس الحدود، 553 مقابل حرس الحدود 102 تمريره. يمكن النهارده فايلر قدم مباراه تكتيكيه ولا اروع قدام مدرب زي ما هم كده كانوا بيقولوا بلغه الكوره، مدرب رخم تكتيكيا او مباراه رخمه تكتيكيا زي كابتن طارق العشري، مدرب محترم جدا على المستوى التكتيكي. النهارده فايلر غير طريقه اللعب 3 مرات. الاول طبعا هو بدا بطريقه لعب 4-1-4-1، الارتكاز الوحيد كان عمرو السليه على يمين وحسين الشحات في مركز جديد على حسين الشحات اللي هو اللي في العمق، ومحمد مجدي قفشه ناحيه اليمين، كان ناحيه يمين رمضان صبحي، ناحيه الشمال جونيور اجايه قدام ازارو. 4-1-4-1 ديت الطريقه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في ماتش الزمالك، اللي هي تعتبر البعض بيعتبرها 4-3-3، بس في ماتش زي ده هي 4-1-4-1. لو بصينا على يعني وظيفه كل لاعب، الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي كل لاعب وظيفته ايه. يعني بنبص نلاقي 2 سنتر باك، رايت باك اللي هو مثلا احمد فتحي، الليفت باك محمود وحيد، الديفنسيف ميدفيلدر اللي هو عمرو السليه، الاثنين السنتر اللي في النص قفشه وحسين الشحات، رايت وينجر رمضان، ليفت وينجر اجايه، وقدام ازارو. دي اول يعني دي اول طريقه بدا بيها فايلر المباراه. عند الدقيقه 58 عند نزول ازارو، نزل في الدقيقه 58 طبعا ده نزول ازارو، نزول سوري وليد سليمان خروج ازارو ونزول وليد سليمان. فطبعا لما ازارو خرج الطريقه اتحولت لايه؟ من 4-1-4-1 ل 4-2-3-1 اللي هي الطريقه العاديه اللي احنا بنلعب بيها لما خرج راس الحربه، تحولت ل 4-2-3-1 بوجود عمرو السليه جنب محمد مجدي قفشه، ورجع وليد سليمان كصانع العاب او 9.5 تحت جونيور اجايه، ورجع رمضان في المكان بتاعه اللي هو بيلعب فيه على طول اللي هو الجناح الايسر، وحسين الشحات راح ناحيه اليمين. وبرده النتيجه فضلت 0-0، وفضل كابتن طارق العاشر رامي الاتوبيس ورا، دايما بنسميها طريقه الاتوبيس، ان انت بتدافع بالثلاث خطوط بتوعك في وسط ملعبك. النهارده فايلر الاتوبيس كان زحمه قوي النهارده، الاتوبيس كان زحمه، وفايلر ما غلبش، غير مره في الثانيه، الثالثه كمان بقى في الدقيقه 74 لما عمل التغييرين محمد هاني ومروان محسن. طبعا الطريقه بعد كده اتحولت لكام؟ ل 4-1-3-2، نزل مروان محسن كراسين حربه وارتكاز واحد اللي هو عمرو السليه، ووليد سليمان كصانع العاب، وعلى اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال رمضان صبحي. لو شفناها بالصور هنبص نلاقي ان طريقه اللعب في اخر ربع، في اخر اللي هي من الدقيقه 74 اتحولت الى 4-1-3-2 راسين حربه. ادي الصوره اهي، دي في اخر ربع ساعه اتحولت الى 4 رامي ربيعه وايمن اشرف، كمان حول احمد فتحي كباك ليفت، محمود وحيد تعب بدنيا ده على تصريحاته، احمد فتحي راح الناحيه الثانيه. ليه احمد فتحي؟ ممكن في بعض المدربين خاصة اللي هم في أوروبا بيعتمدوا على الباك اليمين لما بيشوف فرقة مقفلة خالص وبتلعب اللي هي رامية الأتوبيس ورا، فبيفضل إن هو يحط الباك اليمين يحوله ناحية الشمال، يعني يجيب لعيب بيلعب برجله اليمين يحطه باك شمال، بحيث إن هو إيه ما يضيعش الوقت في إيه في الأوفر. فأحمد فتحي يخش على طول ويعمل عرضية. على فكرة أحمد فتحي قدم مباراة كبيرة جدا، يعني قدم مباراة كبيرة جدا، إن أنت واحد بدأ باك يمين بعد كده وديته باك شمال. فدي بتبقى برضو بعض الرؤية عند المدربين الأوروبيين، إن أنت بتحط لعيب زي احمد فتحي مثلا بيبقى هو جناح ظهير ايمن اصلا في الاصل بيلعب برجله اليمين، لما بتوديه ناحيه الشمال مش هياخد بقى فتره، ولكن لا ده هو عايزه يبقى ايه عدلته لجوه، عايزه يبقى باصص لجوه عشان يديك العرضيه على طول، خاصه لما الفرقه كمان بتكون
مقفله جدا. وطبعا السبب الثاني ان محمود وحيد قل بدنيا، هو حتى كمان قال فايلر كاف التصريحات اتخبط في دماغه، متخبط في دماغه والتراجع اللي ممكن يكون بدنيا برضه والاصابه، فنزل احمد فتحي ناحيه الجانب الايسر ونزل محمد هاني برضه بيمر بفتره كويسه ان هو عايز يديك عرضيات، ونزل لاعب براسين حربه سواء مروان او جنبه طبعا جونيور اجاي راسين الحربه وعمل كرات عرضيه، وكمان ادى تعليمات بان انت ما انت مش هتفك الاتوبيس ده غير بتسديده، يا اما كرات عرضيه يا اما تسديدات. تفك الاتوبيس غير لما يتقلب. ما هو حتى كان قال انا اتمنى هدف مبكر عشان اللي هي الاتوبيس اللي كان عامله كابتن طارق العشري، لا انت يا تفكه بكرات عرضيه اسهل حل عشان تفك التكتل ده، يا اما كرات عرضيه من الطرفين يا اما تسديده. والنهارده السوليه حللك، قدم لك حل، احنا دايما بنتكلم على دور السوليه في السكند بول، النهارده السوليه قدم حل نموذجي، رغم ان هو لعيب بيلعب ديفنسيف ميد فيلدر، النهارده بيتقدم وبيسدد في تسديده ولا اروع من عمرو السوليه، الكوره اهي اتلعبت، ده حل من الحلول لما يبقى هو كابتن طارق العشري كل اللعيبه ورا، ده كل اللعيبه في منطقه الجزاء، فانت عشان تفك التكتل ده خبطت، ولكن ده حل مهم. ما احنا جايبين الصوره اللي فاتت دي ال 10 لاعبين ما بين خط ال 6 يارده وال 18، يعني في 12 يارده اللي هي في بدايه الهدف بالظبط، لو رجعت بدايه الهدف 12 يارده فيها 10 لاعبين من حرس الحدود وست سبع لاعبين من النادي الاهلي. هو رامي الاتوبيس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والجون، يعني 10 جوه منطقه الجزاء. فده لازم يبقى فيه حل من الحلول، واحنا هنقابل كده في المباريات الجايه ان انت هتقابل كتير، فانت لازم يكون عندك حلول. هو الراجل اتصرف ان انت 4 1 4 1 بعد كده حولها 4 2 3 1 بعد كده حولها 4 1 3 2 بوجود ارتكاز واحد وراسين حربه، وعايز اعمل كرات عرضيه من الظاهرين احمد فتحي ومحمد هاني، وكمان حل التسديدات مهم جدا من عمرو السوليه، وكان ممكن قفشه قبل خروجه. عمرو السوليه بصراحه قدم مباراه كبيره جدا وبيواصل التالق في الفتره الاخيره. لو استعرضنا ارقام عمرو السوليه هنلاقي ان يمكن عمرو السوليه طبعا احرز هدف، عدد التمريرات القصيره هو يعني عامل 59 تمريره، عدد التمريرات القصيره بتاعت عمرو السوليه 41 تمريره قصيره صح واربعه خطا. اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه في المباراه ايمن اشرف وعمرو السوليه، الاثنين مع بعض متساويين 14 تمريره طوليه منهم 9 صح، يعني من ال 14 تمريره 9 صح. أيوة. كمان عمرو السوليه اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى 3 محاولات، مع جونيور اجاي برده عمل 3 محاولات، مع قفشه عمل 3 محاولات، ولكن عمرو السوليه بيتفوق عليهم ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي النهارده كان ليه محاولات صح ما بين الثلاث خشبات محاولتين، يعني محاولتين من 3. أيوة. كمان عمرو السوليه صنع فرصتين. بالنسبه لاستعاده الكره الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها دايما، هو اكتر لاعب اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه 13 مره، قطع الكوره 9 مرات، مراوغات ناجحه 1، اكتر لاعب حصل على اخطاء 6 اخطاء، يعني فاز باخطاء للنادي الاهلي. دقه تمريراته القصيره هو 41 تمريره قصيره صح من 45. عمرو السوليه بيستحق التحيه بصراحه على الاداء في الفتره الاخيره وعلى الدور اللي احنا دايما بنتكلم عنه في استعاده الكره الثانيه لفايلر. النهارده هو نجم المباراه النهارده عمرو السوليه رقم 1، رقم 2 احمد فتحي. احمد فتحي قدم مباراه برده كبيره جدا. احمد فتحي لو استعرضنا ارقامه كده هنلاقي ان هو اكتر لاعب قطع الكره في المباراه 17 مره، ده احمد فتحي. كمان اكتر لاعب عمل كرات عرضيه 9 كرات عرضيه، التسع كرات عرضيه دول منهم 3 صح من التسعة. كمان تاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، مراوغات اللي هي اللي بيفوت في واحد على واحد، رمضان صبحي رقم 1 عامل 5 مراوغات، رقم 2 احمد فتحي عامل 4 مراوغات ناجحه. كمان احمد فتحي اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى 3. بالنسبه للتحضير الهجمه من تحت عامل 10 تمرير طولي منهم 7 صح، عامل 42 تمريره قصيره صح من 43. فاذا انت بتتكلم في دور دفاعي مميز، اكتر لاعب قطع الكوره، كمان دور هجومي مميز ان هو صنع فرصه، وتاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، واكتر لاعب عامل كرات عرضيه مع حسين الشحات احمد فتحي. كمان لما الراجل محمود وحيد لما فايلر لقى ان محمود وحيد غيره وودي احمد فتحي ناحيه الشمال، فده لعيب جوكر، لعيب خبراته مهمه جدا. واحد زي احمد فتحي كمان كان ليه كوره ان هو كان هيشوطها وكان نوع من التسديد، يعني احمد فتحي عامل 3 محاولات على المرمى وكان عايز يفك التكتل الدفاعي بتاع كابتن طارق العشري. رقم 3 السوليه احمد فتحي، رقم 3 ايمن اشرف. ايمن اشرف النهارده قدم ماتش كويس جدا، وده الدور اللي عايزه منه فايلر. ليه فايلر دايما بيفضل ايمن اشرف تحديدا في الحته دي؟ عشان ايمن اشرف كورته حلوه في تحضير الهجمه من تحت. ايمن اشرف النهارده اكتر لاعب في النادي الاهلي عامل تمريرات، ايوه عامل 80 تمريره منهم 66 تمريره قصيره 64 صح من
66 واكتر لاعب عامل تمريرات طوليه بالتساوي مع عمرو السوليه عامل 14 تمريره طوليه. اذا انت بتتكلم في لعيب ايمن اشرف هو فايلر عايز من الاثنين المساكين كده. رامي ربيعه برضو قدم مباراه كويسه جدا على المستوى الدفاعي 16 مره استخلص الكوره فاز بالتحامات 6 التحامات هوائيه. اذا الاثنين المدافعين قدموا مباراه كويسه جدا سواء ايمن اشرف او رامي ربيعه كذلك احمد فتحي كذلك عمرو السوليه. على المستوى اللي قدام اجايه بيمر في الفينش بتاعه محتاج ان هو يطوره. احنا بنتكلم دايما في ارقام رمضان صبحي برضو رمضان صبحي عمل 63 تمريره من اكتر اللعيبه اللي عملت تمريرات في المباراه من اكتر اللعيبه اللي لمست الكوره النهارده. دليل ان اللعيبه بتثق فيه بتدور عليه دايما. ولكن رمضان لما بيروح ناحيه الشمال بيبقى افضل بكتير لما بيروح ناحيه اليمين. النهارده قد يكون فايلر استخدم رمضان ناحيه اليمين عشان عمرو الحلواني ان انا عايز اوقف عمرو الحلواني ورمضان صبحي رماه زي ما عمل يوم ماتش النجم الساحلي لما لقى وجدي كشريده حب ان هو يرمي ناحيته رمضان صبحي. اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه كالعاده كل مباراه رمضان هو الاعلى في المراوغات الناجحه 5 مراوغات عمل محاولتين منهم واحده صح عمل 5 عرضيات وصنع فرصه ده رمضان صبحي. عموما احنا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم هيكون عندنا معاك لقاء نتكلم فيه بقى عن احصائيات كهرباء بإذن الله عشان ده مهم جدا الناس عايزة تعرف برضو الناس هتنتظر إن شاء الله يوم الأربع ماذا ستقول عن محمود كهربا. هذه الصفقة المهمة جدا للنادي الأهلي هل هي بالفعل هامة ولا لا مش كلامنا سيكون الأرقام. ستكون الأرقام هي من تحسب هل كهربا مهم ولا مش مهم. طبعا كهربا يعني ان شاء الله بنتكلم اكيد صفقه مميزه جدا للنادي الاهلي ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لكهربا الانضمام للنادي الاهلي بالتاكيد يعني. نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ان شاء الله نتقابل يوم الاربعاء. شكرا وبالتوفيق يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كابتن ايمن دجيش عندنا بقى النهارده ربنا يستر خلينا نروح نشوف الكابتن او نطلع فاصل وبعد الفاصل كابتن ايمن دجيش هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب في فقرتنا الاخيره بكابتن ايمن دجيش وما تعليقه على طاقم التحكيم في مباراه اليوم. ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. عندنا حالات مهمه النهارده؟ يعني طبعا يعني مفيش حالات جامده قوي لكن احنا بنجيب بعض حالات. يمكن انت يا كابتن اسلام اتكلمت قبل المباراه وشايفك انا ما شاء الله يعني استريحت شويه ابراهيم شويه ملحوظات كده احنا قلناها قبل الحلقه وانت ركزت عليها. انا شايف ابراهيم النهارده في تغييرات شكل حد قال له ولا ايه؟ لا هو تغييرات عشان نديله حقه برضه. النهارده ابراهيم لياقه بدنيه عاليه تمركزات عنده ميزه النهارده كويسه قوي يا كابتن اسلام يمكن انت هتتفق معايا فيها الالعاب الهوائيه. عنده في الالعاب الهوائيه في امتياز في القرارات اللي اداها ويمكن في لعبه هنجيبها هو ما حسبهاش هنبص عليها. عنده حته كويسه قوي الهدوء في التعامل. الهدوء في التعامل وعنده تركيز واهتمام. ده بعض التغيرات اللي حصلت عن الموسم السابق يعني. الحقيقه هو احنا طالما الحكم زي ما قلنا كلنا بنخطا طالما الحكم بيتفرج وبيشوف نفسه وبيتعلم من اخطائه فدي احنا بنشجعه على كده. الحقيقه ادى مباراه طيبه النهارده ابراهيم ومعاه احمد توفيق وسيد نافع وعمرو سامي قدم مباراه طيبه جدا النهارده يعني. وهنشوف الحالات احنا هنمشي مع بعض ونشوف الحالات. اتفضل يا سمير هات لنا الحالات. اتفضل. بص ابراهيم دي لمسه يد اهي طبعا اللعبه ابراهيم اهو وبيحسب على طول ماشي اللعبه معايا قريب ابراهيم وحسب على طول. لحظه تمام قرار صحيح. احنا بنبص يعني بص ما يعني ما عندناش يعني. لا ما فيش ليه يا كابتن اسلام يعني احنا برضو مش هنقول ان في هجمه واحده في لاعب من الاهلي في لاعب معاه مدافع مش مساله هجمه واحده يعني مساله ان هو رافع ايده هو اللي مودي ايده بالكوره لا يعني بص انا امشي معاه ان هي ما فيهاش الانذار بصراحه يعني. بس انا كنت باخدها انذار. هنروح للعبه الثانيه. اتفضل. دي لعبه تسلل عند احمد توفيق طلب هو رفع الرايه هنا دي واضحه ان هي مش تسلل تماما. ده رايك يا كابتن اسلام؟ هنشوف مع بعض. هنمشي احمد متمركز بطريقه صعبه اتلعبت الكوره خلاص الكوره بتطلع هي. بص يا كابتن اسلام لو لاحظنا اللاعب بتاع الاهلي بجزء من الجسم خلي واحد تقدم اللاعب لا مالناش دعوه باللاعب اللي مع المدافع انا بنتكلم اللاعب اللي راحت له مالناش اللاعب اللي راحت له هنرجع بيها تاني يعني دي واضحه ان هي اوف سايد جزء من الجسم يا كابتن اسلام ارجع لي تاني وهاتها من الزاويه الثانيه عشان ناكد عليها برده
نرجع كده في اللقطه دي ونوقف لحظه الخروج. بص 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 الميله دي يا كابتن اسلام. اي جزء من الجسم عند الراس اهي، وفي لعيب الاهلي اهو، فالجزء ده هي الميله ديت هي التسلل. واحمد متمركز مع المدافع حرس الحدود بشكل طيب. نروح اللعبه اللي بعديها. اللعبه اللي بعديها دي بقى كله يعني كله قال لك اتحسبت ايه، لان ما كانش فيه تسلل يعني اللي بيتفرج كله ما حدش عرف. احنا عايزين نوضحها للجماهير. هنمشي طبعا. وقف هنا طبعا ما فيش تسلل خالص، لان هنا الكره سابقه، لان في ناس تخيلت ان اللعبه تسلل. ما فيش تسلل، احمد ما رفعش. ماشي اللعبه، هنمشي مع بعض. وقف لي هنا، امشي. بص الايد هنا بتاعت وليد ازارو بيطلع لعيب بره اللعبه، وهنا بص تركيز ابراهيم واللعيب وهو بينط. هنعيدها تاني. طلعه بره اللعبه خلاص، يعني اللعيب بينط على الكوره فوليد ازارو بيطلع، وابراهيم السالف ما كانش رافع ايده ولا حاجه، فاللعبه اصلا حسبها ركله حره على ازارو. وقراره وتركيز من ابراهيم في اللعبه دي كويس جدا. اللي بص بص هي بص طلعه من اللعبه. انت طبعا كنت بتعمل الحاجات دي يا كابتن اسلام. كنت بتصح. انا كنت بعملها ازاي؟ يعني ممكن انت كمدافع ممكن يعني تطلع اللعيب. بص هو طلعه من اللعبه بس زقه طلعه خارج اللعبه فقرار رائع يعني. في تركيز. بص ابراهيم كمان قريب. هنروح للعبه اللي بعديها. ماشي خلاص. ده هو هنا التسلل هنا. ده في اخر الشوط الاولاني. ايوه امشي نمشي. ايوه دي تسلل. بس هو جزء برده جزء. واحمد متمركز رائع. احمد توفيق متمركز بطريقه صحيحه وده قرار صحيح من احمد توفيق طلب. بس هي دي فيها فاول؟ لا دي لا 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 خلاص. اوكي هنروح اللعبه اللي بعديها. هنا بقى هنيجي هنا لابراهيم. انا اعيد اللعبه دي تاني. انا جايبها ليه؟ ابراهيم النهارده احتسب جميع الاخطاء بطريقه صحيحه، وانا قلت لك ركزت على الالعاب الهوائيه يا كابتن اسلام. مظبوط. هنرجع على اللعبه دي. لعيب الحرس اتصاب فيها. أيوة. عايزين نشوف في خطا ولا ما فيش خطا ولا فيها حاجه. بالظبط. ما انا جايبها ولا فيها حاجة. انا ليه بقى ليه هو ابراهيم لو مش قريب يا كابتن اسلام هيحسب. مش مهتم. هتحسب على طول. في هي هتعاد لنا تاني من زاويه قريبه. هتعاد تاني. هنبص كده واللعيب اتصاب ووقع. اهو اهي اللعبه اهي في تنافس اهو. وليد واللاعب بيقع. ارجع لي بدي تاني. ارجع اهي اهي يا كابتن اسلام مع بعض ولا كده ولا فيها حاجه يا كابتن. انا قصدي اقول لك ايه. انا قصدي بص يا كابتن، لو الحكم بعيد، لو انت بعيد ممكن تحسب الخطا لصالح المدافع. ايوه السهل قوي ان انت تصفر وتحسب خطا للمدافع. ايوه لكن بصراحه كان قرار كويس من ابراهيم، لان هو قريب وكان مهتم يعني ومركز يعني. تمام. هنروح في الدقيقه 3 اللعبه اللي جايه. ده هنا خطا على رامي ربيعه، وطبعا هنا احمد فتحي ورامي بيكلموا ابراهيم ان اللعبه ما فيهاش خطا. لا بقول لهم طبعا هو اهي الخطا اهو. ارجع تاني. ارجع ايه اهو اهو كابتن اسلام ازاي. نرجع تاني من قريب. ارجعها تاني يا سمير. اهو اهي اهو يا سمير. انت بتسمع كلامه وبترجعها لي. خلاص سمير. خلاص اهو اهو هنا الخطا موجود اهو، بمنع اهو، منع من رامي ربيعه، وقرار صحيح من ابراهيم يعني. اللعيبه وهو بيلعب يا كابتن اسلام يعني احيانا ما بيبقاش طبعا يعني بالنسبه لسرعه اللعبه ما بي... يعني احمد بيتكلم بصدق، ما بيبقاش شايف الخطا. صح. واللعيب هو حتى بيلعب ممكن رامي اصلا ما يفتكرش ان هو ارتكب خطا. فابراهيم حسب الخطا. نروح اللعبه التسلل كده عند سيد نافع. قدم مباراه رائعه سيد نافع النهارده، هو احمد توفيق طلب الحقيقه، فجبنا له عنده العاب كتير كويسه. جبنا له اللعبه دي. اللعبه دي كانت سريعه جدا يا كابتن اسلام. يمشي طبعا تسلل اهو وتمركز سيد. صحيح اللعبه كانت سريعه اهي اهي على طول. تركيز سيد واقف مع اخر تاني مدافع بصوره أيوة. كويسه. المساعدين كمان مع ابراهيم قدوا مباراه رائعه يعني بصراحه. هنروح بقى لاخر لقطه اللي انت كنت بتكلم ابراهيم. عايزين بقى نشوف تعامل ابراهيم هنا اتغير ولا ما اتغيرش. ابراهيم قبل كده كان بيعمل ايه؟ دلوقتي ابراهيم بيتكلم ازاي؟ بيكلم اللعيب مفيش بهدوء، بيتعامل بهدوء مع اللعيب اهو. يبقى هنا في تغييرات كتير. بنشجع ابراهيم باذن الله. وابراهيم حكم عنده موهبه وعنده امكانيات كبيره، يا ريت يمشي بالاسلوب اللي هو ماشي بيه ديت. باذن الله يعني هيطلع لقدام كتير قوي ابراهيم باذن الله في الفتره اللي جايه حقيقه. تمام. طيب برضو هنجيب لك حاله بقى انا اللي هجيبها لك. اتفضل. مش انت بقى اللي هتجيبها لي، انا اللي هجيبها لك. اتفضل يا كابتن. عشان ايه؟ لما اجيبها لك تبقاش انت مظبط لسه نفسك. ده عشان انت كل مره اللي بتفاجئني. صح. ده اختبار. ده اختبار. طيب انا ما بشوفش الحالات اللي انت بتجيبها. صح. صح. طيب بتكلم معاك فيها واحنا على الهوا. اوكي. انا هجيب لك حاله برضو. اشمعنى انت؟ صح كده من حقك يا كابتن. صح. اتفضل يا كابتن اسلام. الاول قبل ما نتكلم في الحاله اللي عايز اوريها لحضرتك لما تجهز يا سمير لو سمحت بقى اوديها لي.
كابتن سيد عبد الحفيظ، اولا الحمد لله على السلامه كابتن ابراهيم نور الدين النهارده. الحمد لله على السلامه حقيقي، يعني الحمد لله على السلامه في مباراه النادي الاهلي، ونشجعه على الاستمرار بالصوره ديت يعني. تمام. لكن كابتن برضو كابتن سيد وجه رساله الى كابتن جمال الغندور، انت رئيس لجنه حكام المصريين وبالتالي يجب ان تكون هناك لك راي في ما يحدث في المباريات الافريقيه لكل الانديه المصريه. طبعا النادي الاهلي، احنا خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، عندنا اربع انديه يعني الاهلي والاربع انديه المشتركين، لكن انا بتكلم عن النادي الاهلي يعني ما يخصنيش الانديه الاخرى، لكن مش ما يخصنيش يعني ما ينفعش ان انا اتكلم عن الانديه الاخرى، ولكن انا بتكلم عن النادي الاهلي. ان انا كنادي اهلي من حقي ان انا اسال رئيس لجنه الحكام، او من المفترض، ما اعرفش، ده طبيعي ان المفروض ده رئيس لجنه الحكام يبقى شاف لقطه او يتكلم على لقطه ويساند، خصوصا اذا كانت الدنيا كلها مسانده. بالظبط. هو طبعا يا كابتن اسلام، يعني يمكن هي اللعبه، كمان اللعبه اللي هي كانت للنادي الاهلي في مباراه النجم الساحلي، اللعبه كانت حدث يا كابتن اسلام. هي حدث المباراه. يعني كل ما نيجي نلخص مباراه النجم الساحلي، هو قرار الطرد اللي حصل في بدايه المباراه. صح. هل صحيح؟ ده كان حدث الدنيا كلها شافته. صح. فاعتقد يعني الكابتن جمال يعني هو قال ان هو تقريبا ما شافهاش او حاجه. كنت اتمنى ان هو حتى يعني حتى لو ممكن احنا معرضين يا كابتن اسلام ان احنا يبقى عندنا ظروف مسافرين بتاع ما نشوفش اللعبه. يعني كنت اتمنى ان هو يقول لي ان انا اشوفها على او مثلا اللي قال له مثلا ساله يقول له انا هشوفها وارجع ارد عليك يعني واقول رايي فيها، لان طبعا كابتن جمال قيمه كبيره ورمز كبير للتحكيم، المفروض ان هو يقول رايه في لعبه لما تخص نادي مصري، وكل لعبه حدث وكله اتكلم فيها يعني. بالظبط. فانا رايي كان المفروض الكابتن جمال يقول يعني. صح. يعني احنا أكيد. كابتن سيد كلامه اكيد لاي لعبه مهمه للفرقه، النادي الاهلي يعني رايه مهم يعني للناس. هو كابتن سيد بيتكلم من قيمه الكابتن جمال الكبيره وبتاع طبعًا. ان هو في لعبه بالذات لما لعبه تكون حدث زي ديت، يعني كان حدث كبير واثر في المباراه بصوره كبيره يعني وفي نتيجه المباراه عموما يعني. تمام. انا من وجهه نظري ان الكره دي وهزيمه النجم الساحلي للنادي الاهلي هو القرار ده، يكسب المباراه الثانيه كمان اللي هي 3-0 امام بلاتينيوم ستارز. طيب اذا كان هناك رقم هتديه او من 10 يعني لطاقم التحكيم في مباراه اليوم، هتدي لهم كام؟ هو هديهم 3-9 النهارده بصراحه يعني. كام؟ 9 لان ابراهيم النهارده كان في العاب كتير في المباراه، مش طبعا مفيش العاب يعني صعبه، ولكن هو في اخطاء كتير، او زي ما قلت لك الالعاب الهوائيه احتسبها جميع الاخطاء بصوره طيبه. النهارده بيرجع كتير ابراهيم، بيغير حاجات كتير عنده للافضل في حاجات كتير في كل عناصر التحكيم، مغير حاجات كتير، حاجات في التعامل يا كابتن اسلام. المساعدين ما عندهمش اي اخطاء، فالنهارده بديهم 9 يستحقوا يعني. يعني ومعهم عمرو سامي يعني كمان. عمرو سامي الحكم الرابع طبعا، طاقم التحكيم احنا بنتكلم يعني. على كل طاقم اديهم 9 هم الاربعه يعني. طب يا سبيل يعني نستنى للماتش الجاي نشوف الحاله دي ولا ايه؟ هو مش عايز يمتحني. نعم؟ مش عايز يمتحني. مش عايز يمكن يمتحنك ولا حاجه. طب اخيرا يا كابتن، لو ما جابولناش الحاله دي، اثناء المباراه حسيت ان الكابتن ابراهيم متوتر شويه مثلا؟ لا هقول لك، هو اي حد في مكان الكابتن ابراهيم، انت لما بتيجي يا كابتن اسلام بقاله فتره ما بيحكمش النادي الاهلي، بقاله فتره كان بعيد، النهارده بترجع للنادي جماهيري، والنادي بترجع بعد فتره كبيره بعد حدث كان موجود في مباراه معينه، فبترجع النهارده انت القلق على فكره يعني. يمكن انا اتكلمت مع قعده الكباتن بره بيقول لي يعني ابراهيم انا شايفه الان حته القلق دي ساعات ما تبقاش يعني بتبقى لصالح الحكم. القلق ده مديله ايه يا كابتن اسلام؟ مخليه مركز، هو عامل حساب جامد للمباراه، مركز تركيز عالي، بيجري كتير، قريب من كل التفاصيل. هي مش قلق، هو تركيز يعني فادته. فادته هو تركيز، هو مش قلقان، هو مركز جامد. مركز جامد ان هو ينجح في المباراه. ده اللي ادى الصوره دي، ان انت ممكن في بعض اللقطات شفناه ان هو تبقى تركيز عالي. يعني كان احيانا وانا واقف يقول لي انت وشك لما جري عليه الكاميرا وانا بلعب، انت يعني في حق عندك في ايه كده، اقول لهم يا جماعه التركيز. التركيز ده بيدي الصوره دي يا كابتن اسلام يعني. فهو كان مركز جامد النهارده، عايز ينجح وعايز يرجع وعايز يعبر عن نفسه تاني ان هو حكم كبير وحكم متميز يعني. يعني الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا هيما. الحمد لله على السلامه يا كابتن ابراهيم. انا مش هقدر اقول هيما بيني وبينه، انا اقول له لكن حضرتك ممكن تقول. الحمد لله على السلامه، ربنا يوفقه ويوفق كل حكام مصر. الحمد لله على سلامتك يا كابتن ابراهيم، والحمد لله على سلامه كابتن ابراهيم نور الدين في مباراته الاخيره، او يعني مش الاخيره، الاخيره اللي لعبها اليومين دول، هي مباراته النادي الاهلي ضد حرس الحدود، وبالتالي 9 من 10 اعتقد تقييم عالي جدا. طبعا طبعا حيث. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، شرفت ونورت. شكرا كابتن اسلام، انا متشرف بيك دايما. مش عارفين يجيبوا لنا الحاله، فالمره الجايه نجيبها بقى في ماتش الاهلي وحرس الحدود الدور الثاني. هشوفها باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم.
شكرا جزيلا. ثلاث نقاط هامه جدا اضافها النادي الاهلي الى رصيده ليصل الى النقطه 18 من 6 مباريات في الدوري العام المصري في اسبوعه الثامن. يتبقى للنادي الاهلي مباراتين ولكنه يظل دائما. جبتها ماشي، اتفضل يا كابتن، تعالى اديها لي بقى. دي بقى يا كابتن هاتها واحده واحده. ماشي، بتاعت ايمن. تعالى يا كابتن ايمن اشرف. لا هنتكلم فيها. هي ايمن اشرف. طيب دي هاند بول ولا مش هاند بول؟ ارجع تاني، ارجع لي. وزق ايمن اشرف ولا ما زقش ايمن اشرف؟ نفس اللعبه اللي انت بتقول عليها دفعه بره اللعبه، هاتها من اولها اهو. ماشي اتفضل اهو. خلاص ما جاتش في ايديه. ماشي اهو، ايه رايك؟ كابتن تنافس. لا ما هي دي، ما هي هي اللي عزق فيها ازاره يعني للراجل. يعني بص اقول لك حاجه ايه يا كابتن. لا بص، هو اللعبه دي يا كابتن. لا اللعبه دي تختلف يا كابتن، صدقني والله يا كابتن. دي ما هاتها تختلف. بص مد ايده المد. بص بص سمير، هاتها سمير. ماشي انا ما هقول لك حاجه، ما انا هريحك يا كابتن اسلام، هريحك اشرح لك. حط مد ايده، مد ايده بس يا كابتن، مد ايده يا كابتن اسلام. هقول لك على حاجه، خد بالك انت اسلام، انت كنت لعيب كوره كبير. مش حتى حطت الايد، انا لعبه ازارو خلينا نبعدها لان قصه ثانيه. عارف قصه ثانيه يا كابتن سام، انت كنت بتطلع مع لعيب قصه ثانيه. ما انا هقول لك، انا اول حاجه بس هقول لك حاجه، اللعيب اثنين لعيبه، انت بيطلع معاك لعيب. طب دي زي بتاعت رامي ربيعه الاخرانيه، هو مد ايده مش شرط. زي بتاعت رامي ربيعه، رامي ربيعه مد ايده. بص ايوه، هات لي اللقطه دي اهي، هات لي اللقطه دي. هو مش اتفضل في خطا ولا مفيش. كمل بقى، كمل اهو اهو. ايه ده؟ ممكن ايه ده كابتن؟ يعني بص ايمن. طب ايوه خليك ايمن، بس حط ايده هو كمان الايدين. بتحس ان هو مديله بالبوكس في لعبه. عارف لعبه الحكم، عارف في التنافس يعني لعبه غير الثانيه خالص. ثانيه انا بطلعك بره اللعبه لان الكوره جايه لك، بطلعك. ماشي يا كابتن ايمن، انا شخصيا مقتنع ان دي فاول. انت فوق دماغي يا كابتن اسلام، رايك محترم يا حبيبي. شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم ثلاث نقاط هامه جدا استطاع النادي الاهلي ان يضعهم في رصيده ويصل لنقطه 18 من 6 مباريات ويعتلي قمه الدوري العام المصري في اسبوعه الثامن. النهارده زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي لعب 6 مباريات فقط وتبقى له مباراتين، ويظل دائما البطل على القمه وما زالت له مباراتين. انا بشكر حضراتكم وان شاء الله نتقابل. انا هبقى موجود مع حضراتكم يوم الاربعاء الساعه 10 بالليل، هيبقى معايا الدكتور احمد ثابت، هنتكلم عن ارقام كهرباء لان محتاجين فيها وقت شويه، فهنتكلم فيها عن ارقام كهرباء وهنتكلم عن اشياء اخرى كثيره جدا وليله ما قبل مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي اللي هتبقى يوم الخميس القادم. اشكركم والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاربعاء وحلقه جديده من ملعب الاهلي.